بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. أيام ذهبية عاشها الأهلي انتهت بأسبوع توالت فيه الانتصارات في كل الاتجاهات، اتجاهات الانتقالات، اتجاهات تحقيق المكاسب المعنوية والتاريخية، ثم المكاسب الحقيقية على أرض وواقع كرة القدم. لا تفوز في ثلاث مباريات هامة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين وحلقة الاثنين من ملك وكتابة. هي بالفعل أيام سعيدة على النادي الأهلي، أيام يشهد فيها النادي انتصارات واحتفالات في مختلف الاتجاهات. علشان كده كان العنوان الرئيسي لحلقة الليلة: وما زالت القافلة تسير. القافلة تسير يا باشمهندس، رغم كل الأنواء، رغم كل التربصات، وتبحر بكفاءة عالية. إبراهيم عزيزي، بلع إبراهيم بلع السلام. ألم تتوقع؟ أنا قلت لك إيه؟ لن يهدأ المخترقون على أنهم لملموا شتات أنفسهم ويتوزعوا في أشكال متعددة. زي أفلام السحر، مرة يقول لك في صورة أفعى، مرة يقول لك في صورة وحش، مرة يقول لك في صورة. بس أنا توقعت إيه؟ ان هيحصل كده عند الكبوات. بس الابتكار لديهم، حس ابتكار عالي. جاءوك ليهاجموك في لحظات الانتصار ليسبوك الفرحة. من هذا الشيطان الذي هذا الشيطان ما زال يعبس. ما زال يعبس واطلق شياطينه في كل اتجاه. تجمعهم صفة واحدة: كره الاهلي. كره النجاح لنادي، ومعهم بعض الكارهين للاهلي حاليا، لمجلس ادارته، لسياسته. ولذلك الظاهرة اللي لازم جميعا انتبهوا لها استاذ ابراهيم، يمكن عندما صدر تصريح اختلف عليه البعض ورآه المخترقون يحقق بعض اللذة عندهم، لم يهاجموا الاهلي بهذه الشراسة عند احتواء هذه السحابة. السحابة دلوقتي الشراسة زادت جدا، يا نهار ابيض، ده الموقف اتسوى والمكاسب تزيد. الحق اتلمت. هؤلاء المخترقون خرجوا من بطن حصان طروادة. وعندما تم طردهم خارج القلعة، الآن يعني الشراسة الضرب من كل اتجاه. ما عرفوش بقى ان الاهلي له مش بقى برامج تدافع عنه ولا مجلس ادارة فقط، ده له جماهير تقترب من 80%، لا هي 80% داخل وخارج مصر. تستطيع على طريقة غاندي بالحلول السلمية أن تقضي على أي عدو. ورأينا كيف كان سلاح المقاطعة فعالا. واليوم جمهور الأهلي يعلم أن مجلسه، مسيرته، ما تحقق من مكاسب وما سوف يتحقق مما وهو ما أفقد أعداؤه صوابهم، يتحركون بهستيريا في كل اتجاه. عساهم أن يشرقوا الصف، كادوا أن يفلحوا لولا الحكمة واليقظة التي تم التعامل بها من كل الأطراف، من مصر ومن السعودية. قضية الأهلي مع معالي وزير الرياضة، أختصر الألقاب، المستشار ترك الشيخ، هي ليست علاقة بين نادي ووزير رياضة أو علاقة رياضية فقط، ولكنها علاقة تعكس حجم التلاحم الذي حدث. ترجمته المباراة الودية في اعتزال فؤاد الأنور، عندما، مش عايز أقول لك، سعادة المسؤولين في المملكة بهذا الحشد الجماهيري الذي يتم لأول مرة على هذه أيضا نحو هذه الصورة. الملعب فول وأدوهم بره. لو الاستاد كان يشيل الضعف كان شال. واخد بالك؟ وهذا هو الهدف الاستراتيجي الذي يريده معالي وزير الرياضة والشباب هناك. أن يعود الناس على التوجه، لأن هذا الحشد وإن كان الدخول مجانا ولكنه سوف يترجم إلى عوائد اقتصادية. عندما يزيد الحشد والمتابعة تزيد العوائد الاقتصادية، وهذا فكر غير تقليدي في عمليات التسويق. عندما يأتي الحين في هذه الحلقة سأقول لك كيف يفكر الأطراف أشقائنا في السعودية
بطريقة احترافية اقتصادية تسويقية عالية جدا في كل علاقتهم بالنادي الأهلي، وكيف أن هذه العلاقة سوف تثمر لكل الأطراف ليس من طرف واحد. ولذلك الوقاحة والتجرؤ على النادي الأهلي والتلقيح الكلام بالكفالة والشغل الصغير سيأتي وقت في هذه الحلقة لنسقط الأقنعة والناس هي تتولى شأنها معهم بالطرق السلمية. أنا أعتقد هي حلقة مهمة. المهندس عادل راجع لكم من السعودية محمل بجرعة تفاؤل كبيرة جدا، بجرعة حماس كبيرة جدا، أيضا بذخيرة معلومات ورؤية على أرض الواقع لحقيقة الأمور، لعلنا نستفيد منها النهاردة ونحاول نستجلي معاه صورة هذه العلاقة الذهبية المهمة جدا بين النادي الأهلي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، رئيس شرف النادي الأهلي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم. تفاصيل مهمة جدا في حلقة النهاردة، لازم هنيجي عليها بكثير من التفاصيل، لكن خلينا نستعرض بعض الأخبار السريعة. صبر رحيل ظهير أيسر النادي الأهلي تعرض لكدمة بسيطة في مران الأهلي النهاردة، والجهاز الطبي اطمن على سلامته واستكمل صبري المران. انتوا عارفين انه علي معلول أصيب في المباراة اللي فاتت، يمكن من هنا تأتي أهمية الوقوف عند خبر إصابة صبري رحيل بكدمة بسيطة، انه علي معلول الظهير الأيسر الأساسي كان أصيب بخرج بإصابة في العضلة الخلفية في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري، وحسين السيد كان انتقل معارا إلى سموحة، فبالتالي احتياج الفريق لصبري رحيل. حسين السيد انتقل إلى الشباب. إلى الشباب السعودي. إحساس الجهاز الفني بأهمية صبري رحيل. الاتفاق، الاتفاق اللي انتقل إلى الشباب عمرو بركات. عمرو بركات. وليد سليمان نجم الفريق خرج من المران النهاردة من المجموعة اللي شاركت، كان عنده شكوى من إصابة بسيطة في التمرين، الدكتور خالد محمود طبيب الفريق شاف انه الافضل انه يريح شوية، كان وليد تعرض برضه لإصابة خفيفة لكن الجهاز الطبي مطمئن على سلامته، بينما مروان محسن واحمد حمدي الاثنين وصلوا التدريبات التأهيلية والجري حول الملعب، ما شاركوش في المباراة الأخيرة للإصابة، وأدى الثنائي مجموعة من التدريبات الخاصة في الجيمنيزيوم. أنيس الشعلاني المعد البدني للفريق هو اللي كان قاد مران اللعيبة الثمانية اللي ما شاركوش في مباراة الاتحاد، حسام غالي وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وحسام عاشور وصبري رحيل ومحمد شريف وصلاح محسن ووليد سليمان، اللعيبة أدت تدريبات بدنية خاصة جدا تحت إشراف أنيس الشعلاني. كابتن أحمد أيوب المدرب العام للأهلي بيأكد أنه الفريق بيستعد بقوة لمباراة الخميس مع المقاولون، مباراة مؤجلة، وبيقول انه الجهاز الفني منتظر التقرير الطبي بشأن حالة كل اللعيبة المصابة عشان يقدر يحدد المدد الزمنية لعودة كل لاعب، لكن الجهاز الفني في كل الأحوال ليس منزعجا بأي حال من الأحوال نظرا لوجود عدد من اللاعبين الأكفاء اللي يقدروا يسدوا أي نقص يطرأ في الفريق. وقال أيوب انه الجهاز الفني شعاره في الفترة الحالية الفوز ثم الفوز ثم الفوز، وانه لا ينظر بأي شيء من الاهتمام لمسألة أو لمقولة إن الدورة اتحسم، قال على الإطلاق الجهاز الفني عايش في حالة احترافية شديدة التركيز، هدفه حسم المباريات تباعا لغاية لما يبقى مضمون الفوز بعدد من المباريات والمتبقي من النقاط أقل من أو أزيد من الفارق، ساعتها يقدر يعلن الجهاز الفني نجاحه في الاحتفاظ بدرع الدوري. قلت لكم علي معلول كان أصيب، فعلا الجهاز الطبي بينتظر أشعة لعلي معلول والأيمن أشرف، الاتنين عندهم مشاكل في العضلة الخلفية بيخضعها لأشعة بكرة عشان تحدد درجة الإصابة وإمكانية لحاقهم بالفترة القادمة. ده فيما يخص المصابين، لكنه يا باشمهندس وليد أزارو وإنت كنت كثير الدفاع عنه والإيمان بقدراته والإحساس بأهميته، له النهاردة حوار الحقيقة شايفه مهم كان في المصري اليوم، الراجل تحدث بوضوح شديد جدا لا اخشى منافسه صلاح محسن، حتى ترحيبه لغته لغه لعيبه النادي الاهلي، ان انا مش خايف من اي منافسه، برحب بصلاح محسن لعيب مهم جدا زي ما هو قال، قال بس احنا كلنا مع بعض في خدمه الفريق، مفيش ابدا
تفضيل لمين هيلعب ولا احساس لواحد متضايق انه في لعيب تاني جه ولا حاجه، قال بالعكس وفرت عدد اللعيبه المتميزه في مركز واحد ده صالحنا كلنا لانه هدفنا خدمه المجموعه. قد ايه وليد ازارو تشرب نظام النادي الاهلي وقدر ينصهر في هذه البوتقه، عنده احساس كبير جدا بالامتنان تجاه الكابتن حسام البدري ومساندته ليه، عنده تقدير لقيمه النادي الاهلي، حتى لما بيتكلم على عروض ولا غيره قال لك انا لعيب في النادي الاهلي وسعيد ان انا لعيب في النادي الاهلي. مؤكد ان من اول يوم وليد وصل انا كنت مندهش لاني ما سمعتش عنه. وما هوش افريقي كما تعودنا. وانا بقلق شويه من النجوم الكبار اللي في الشمال الافريقي لانهم بيبقوا زحلاتنا. ما بيطيقوش المنافسه، ما بيطيقوش يعني عايزين يجوا نجوم. فالراجل ده جه مش نجم ولكنه تم تنجيمه بعد مقاومه شديده من الناس اللي مش مقتنعه بيه، لكن انا اللي يوصل كتير يطمني وبيوصل بقدراته الخاصه. الراجل بيضغط على كل كوره في الملعب، راس حربه كما عايزه محطه بيكون محطه، عايزه يضغط من قدام بيضغط من قدام وبيغلط الخصم مره واثنين وثلاثه، وهنشوف النهارده في الماتش بتاع الاتحاد عمل ايه. وبعدين اصبح النهارده يستطيع يلعب الكره المركبه، خد الكره على صدره زق خطوه وشاط. قبل كده كان بيتعامل مع كره من لمسه واحده في تسرع، اكتسب ثقه كمان مهم. هو النهارده 11 جول يعني ينافس على لقب هداف الدوري، محدش زائد عدد الاسيست او المساعده اللي عملها هتلاقيه اكبر لعيب في مصر. لو شفتوا عدد ضربات الجزاء اللي تسبب فيها التي احتسبت والتي لم تحتسب هيبقى رقم غير مسبوق ايضا. صحيح. لمهاجم. صحيح. اذا هو انا ما كنتش قلقان عليه، انا كنت يعني بس عايز الناس، كنت قلقان لو شخصيته ضعيفه وكان تاثر بالحمله. كان ممكن يصور ويغضب ويحبط وكده، لكن هو شخصيته قويه، شخصيته عاقله كمان، ما بيروحش بقى يغيظ لما بيكسب ولا بالعكس، راجل هادي ونفسه هادي وتعليقاته هاديه. ده حتى قال لك انا لما اهتز بالحمله التي تعرضت لها هو يعني عارف ما فرقتش معايا. انا 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 بقول لك لعيب باذن الله هيبقى كويس، وباذن الله لو صار على دربه صلاح محسن هيبقى عندنا ثنائي سريع مرعب على المستوى الافريقي. خلي بالك لما اهتز مش بالضروره واحد يجي على حساب واحد، ده بيديك مرونه تكتيكيه، ممكن العب بالاثنين. لما تلاقي اثنين بالسرعه دي وباكا ديك شفته، يعني قصه هنناقشها في حين. تمام. لكن يعني وكان الاهلي بس اللي عنده لعيبه عقودها هتخلص السنه الجايه. مفيش جورنان تفتحه ولا موقع تبص عليه الا لما تلاقي اخبار عن عبد الله السعيد واحمد فتحي، هيمشوا هيقعدوا هياخدوا كام؟ هياخدوا ازاي؟ هياخدوا منين؟ حواديت كتيرة جدا دايما وابدا. هقول لكم على يعني لاحظوا الفوارق ما بين حتى المضمون ما بين جورنان وجورنان وموقع وموقع. يعني الوطن حسم المسألة، الاهلي يجدد عقد عبد الله السعيد موسمين وفتحي في الطريق. كده خلص الموضوع. جدد. يعني حتى أول فعل مستخدمينه وقع عبد الله السعيد عقدا جديدا مع النادي الاهلي. بينما المصري اليوم لجنة الكرة تغري فتح والسعيد بإلغاء نسبة المشاركة للتجديد. لسه هتغري وهتلغي هتبوظ النظام وهتهد نسبة المشاركات عشان يجددوا. أخبار اليوم التجديد لفتحي والسعيد صداع في رأس لجنة الكرة. بقى صداع. الشروق قالت حاجة تانية، الأهلي يرفع عرضه المالي للتجديد لفتحي والسعيد. 10 ملايين للاول اللي هو فتحي و12 للتاني في الموسم الواحد، وترضيه بجزء من الاعلانات لتعويضهما عن العروض السعوديه. ده عايش مع لجنه الكوره. الاهرام المسائي شافت حاجه 10 بقى، الاهلي في ورطه بسبب ملايين الشباب. ليه يا عمنا؟ قال لك النادي السعودي عارض 17 مليون لضم فتحي بعد نهايه عقده، وفي محاولات لاقناع النجم الكبير بالتجديد والرحيل في نهايه الموسم. طب هو الشباب السعودي دلوقتي ياخده يعمل بيه ايه؟ يعني انا معلوماتي ان 31 يناير الليله انفضت والماركاتو الشتوي في كل دول العالم قفل. الاهلي بيقنعه انه يستنى لنهايه الموسم بس يجدد، لكن الشباب عايزه دلوقتي ب 17 مليون عشان ايه؟ برضه ده السؤال المنطقي. وقالت ايضا السعيد يرفض التفريط في 8 مليون سنويا.
السعيد في الأهرام المسائي رافض 8 مليون، لكن السعيد في المصري اليوم معروض عليه، أو في في الأخبار، لا معروض عليه في الشروق 12 مليون، الشروق فتح ب 10 وعبد الله ب 12 ومش راضي. بس كمان الأهرام المسائي قالت لك لا ده هو رافض يفرط في 8. دي وجبة اسمح لي ما تعديش. طب خد المسح. المسح راحت في سكة تانية خالص. الأهلي بدون السعيد وفتح السنة الجاية. كويس. الخطيب وافق على رحيل اللاعبين للشباب السعودي وينهي أزمة العمري مع ترك. خلينا في الجزئية الأولانية. طيب. إيه بقى الجولة دي؟ تخرج منها بإيه؟ محدش عنده الحقيقة. أيوه. لما كله يتناقض يبقى ما فيش مصدر صرح. ما حدش عنده الحقيقه. ودي تريحنا. ولو ان هم ما بيكتبوش يعني نتوقع نرى نستنتج نستنبط لا ده معظمهم مستخدم افعال حاسمه. فاذا ما حدش عنده الحقيقه. وهذا مريح. ثانيا بالنسبه لموضوع الاثنين اللاعبين الكبيران مؤكد انهم مهمين جدا للنادي الاهلي. دي الحقيقه. تمام. ده نمبر 1. ومؤكد ايوه ان مش هيهزوا ولا يكسروا نظام النادي الاهلي لانهما يعلما ايوه خليك معايا رجع من السعوديه استاذ ابراهيم رجع من ارض اللغه العربيه لانهما يعلما ان نظام الاهلي لا يجب هزه بحس المسؤولية الكبرى التي تقع عليهما. أيوة. إذا جاء أحدهما يوما يتبوأ منصبا في النادي الأهلي. أيوة. وقطعا ده في حسابته تمام. إذن دع لجنة الكرة مع الجهاز الفني يعملوا في صمت ونشوف الأيام الجاية أي قرار هيتخذ هو كويس والأهلي عندما اندفع إلى صفقات من العيار الثقيل في الميركاتو الشتوي مع تصعيد بعض النجوم الجدد، وهنا تأتي أهمية رحلة السعودية. انت شفت في رحلة السعودية نتكلم دلوقتي ولا لما نيجي في البنفيت؟ لا بص خليني اقول لك بالنسبة لرحلة السعودية ما دمنا احنا نظرنا للمحتوى الصحفي وما فيه، لانه برضو قضية علاقة الاهلي بالمستشار تركي آل شيخ علاقة فرضت نفسها على المحتوى الاعلامي والصحفي بالتحديد الفترة اللي فاتت. كتير اللي اتكلم فيها، شفنا المسا بيتكلم على جهود الخطيب لاحتواء أزمة، شفنا المصر اليوم بتتكلم على انقسامات، شفنا الأستاذ سامع فتاح بيتكلم على الشهداء وجلال وآل شيخ وبيشير إلى أنه عنده ثقة بحكم خبرة سامع فتاح ومتابعته واطلاعه بشؤون النادي الأهلي، عنده ثقة شديدة جدا في قدرة مجلس الإدارة على التعامل الصح الذي يحفظ قيمة وكيان وسمعة وهيبة النادي الأهلي. عكس سامع فتاح هتلاقيه في الأهرام. بس في المصر اليوم، المصر اليوم الأستاذ عبد الناصر سلامة أصبح للأهلي كفيل. ده نص مقالة كاتبها الأستاذ عبد الناصر سلامة في المصر اليوم. الأستاذ عبد الناصر سلامة كان رئيسا لتحرير الأهرام إبان مرحلة الإخوان، السنة بتاعت حكم الإخوان كان عبد الناصر سلامة رئيسا لتحرير الأهرام، وخرج بخروج الإخوان من المشهد. فبالتالي كل واحد باصص لما جرى في علاقة الأهلي مع المستشار تركي آل شيخ بثلاث نظرات هقولها لكم ببساطة شديدة جدا قبل ما يسيب المهندس عادل الخيعي يقول ما لديه من حقائق، لأنه جاي من أرض الواقع. في ناس بترمي هذه العلاقة على خلفية انتخابات النادي الأهلي الأخيرة، ولما المهندس عادل أشار من بدري أنا كنت أعي تماما أن الانتخابات لم تنتهي بعد. في ناس شعارهم مكملين بكتايب بخلايا بشغل كتير جدا لمحاولة ضرب استقرار الأهلي وهز ثقة أعضاء وجماهير النادي في مجلس إدارته. دي موجودة ومرصودة وحنذكرها بالتفاصيل تباعا. بس في ناس تانية كمان من نوعية بعض الآراء السياسية نظرة للمسألة نظرة للقضية وللعلاقة من نافذة سياسية شوية، لا يسعدها هذا التقارب، لا يسعدها العلاقة الحميمية بين مصر والسعودية لأسباب سياسية
او لوجهات نظر مختلفه. دي وجهه نظر زجت بالنادي الاهلي في هذه الجزئيه يا باشمهندس، وهناك اطراف اخرى لها اراء موضوعيه يستمع اليها. خلينا نبدا بالمقال ده. هو مقال سياسي استخدم فيه شعبيه الاهلي ليلفت النظر الى السموم التي بثها في هذا المقال. وانت قلت ان الخلفيه بتاعت كاتب هذا المقال، لكن اللي عايز اقول لك حاجه يا استاذ وانت اكد، هو عايز يلقح ان الاهلي اصبح له كفيل في السعوديه على اساس ان ايه نظام انك ما تروح تشتغل في السعوديه لازم تعمل من خلال نظام اسمه الكفيل، بيبقى واحد مسؤول عنك خلال بقائك في وعشان يكون مسؤول عنك بيتحكم الى حد ما، في ياخد جواز سفرك مش عارف ايه الكلام. تمام علاقه عمل. على الرغم وهو بعد كده قال لك ان تكون كفيلا مفهوما في 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 ارض المملكه مفهوم، لكن ان تكون كفيلا في ارض الوطن ها، وهنا ياتي السم في العسل. مفيش عسل، هو السم في السم. انا اعتقد ان الاستاذ عبد الناصر كان يروقه جدا جدا لو ان هذه العلاقه جاءت من قطر وليس من السعوديه، كنت هتشوف كلام تاني. لو جاءت من قطر، الدعم ده جاء من قطر، ما فيها خطر، كان الاستاذ عبد الناصر سلامه سقف وزغرط وعمل الليله الكبير. والأمة وأنها جاءت من السعودية فياخدنا بسكة كلنا علشان يفرز ما يريده في هذه المقالة إبانة فترة انتخابات هي الأهم في تاريخ مصر. هذا الكلام ليس مقصودا منه النادي الأهلي، ولكن بصفته زملكاويا أيضا وماله ما نجرجر الأهلي ونسيء إليه ونطفي فرحته. وأرجع أقول له الأهلي كبير قوي عليك يا أستاذ عبد الناصر، مش هتقدر تطفي فرحته. كبير قوي عليك، وارجو ما تقفش في سكته لانه مش هيشوفك، قد يدوسك. اهلي له كفيل، سيادتك يا ريت لك تلاقي لك كفيل، واحنا عارفين مين كفيلك، واخد بالك؟ فما تجيبش سيره الاهلي هتشتمني، ولجانك الالكترونيه مع لجانك الثعبانيه مع مجموعه المخترقين المهسترين الذين أصابتهم الهستيريا بجنون عندما يتوالى نجاح وتقدم الأهلي لتحقيق أحلامه. يا جماعة خدوا حبوب مهدئة، لأن اللي جاي ممكن يصيبكم بلوسة. صحيح اللي جاي لوسة صحيح، قد يصيبكم بلوسة. إذا كنا على الهادي كده، بمجرد ما استشرت خيرا في الخلاف الطارئ أول ما تسوى يا نهار أسود، إيه الكفيل؟ بيضرب في حتة تانية عشان تطلع تلومه، مين ده اللي له كفيل؟ وتبتدي تسيء إلى أشخاص لا يستحقوا الإساءة. هم ونحن كنا كدنا أن نقع براصن الفتنة. وهذا ما تم اكتشافه من خلال مجهودات الكابتن الخطيب قبل المباراة في الكام ساعة اللي هو كان ماشي محملا بعبء، إزاي ما يتركش هذا الأمر يمر دون حسمه ودون وضع الحقائق في نصابها، وأن يخرج من هذا الموقف وقد أنهاه تماما بما هو يحقق صالح وهيبة النادي الأهلي. يعني قبل هذه اللقطة كنت ست في ساعات الحدث. من العمل كنت انت في قلب الحدث. أيوه. ست ساعات. لا يعني هو الأول عزم الفرقة. أيوه. والكابتن الخطيب رايح. أيوه. مش مبتسم شايل دي كواليس مهمة. وتحدثنا كده على السريع يعني. ولكن انفرد قليلا ببعضهما بعد الغداء، والفرقة روحت والمسؤولين، قال لي استنى عندي. انفرد قليلا تحيا. انتحيا. انت بقول لك جاي متظبط لغويا. جاي متظبط. واتكلموا، وبعد شوية واضح انه كان بيتكلم في الموضوع ده. وراح عامل لي كده، قلت له يعني تسمح لي اتكلم، وانا سردت الباقي، ولكن كان انهى الموضوع بعد ان اتضح للطرفين الطرف الثالث الذي يعبث في هذه العلاقه بالاسم. بالاسم. وهو على فكره قبل ما حد يلقح مش من مجلس الاداره. ثلاث اسماء مش من مجلس الاداره. لعبت هذا الدور وراهم جيش من الاسماء. يعني هم الثلاثة اللي تصدروا المشهد. عشان يعملوا البلبلة دي. طب
هو احنا انا شخصيا ما كان لي ان اتحدث، يعني ثلاثه اسماء تصدرت مشهد توتير العلاقه. الخطيب الكابتن الخطيب بدا يبتسم وحط ايده على وهو معالي المستشار من الاول كان هادئا وابتسم، وقلت له يعني عايزين نعمل حاجه تنهي هذا الجدل، قال اعملوا اللي انتم شايفينه وانا موافق عليه، لان تاكد لي كذا 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 وان هناك من يعبث في هذه العلاقه. قلت له هو ده المضمون اللي لازم يتحط، وانك وقال انا بحترم مجلس اداره النادي الاهلي بالطبع كله طبعا، و يعني ان الحوار لابد ان يكون مستمرا في المستقبل لازاله اي شوائب. وعندما صدر هذا البيان شفت تبعاته الهستيريه عندما عند هؤلاء الذين توقعوا نتائج اخرى ولا يرضون للاهلي الخير ولا يرضون للطرف الاخر. انا عايز اقول لك حاجه. الشيختر كان وراء الاعراض بتاعت النادي الاهلي الاخيره. والتي قبلها هنقول اللي قبلها ممكن نكون الاخيره. مليون دولار و150 الف في الاول الثلاثي الاول، ثم 2 مليون ونص في الثلاثي الاخير، يعني 3 مليون 650 دولار في انتقالات. لو ناخد حاجه حاجه. ثم اعلن انه متحمل صفقه صلاح محسن، واحنا قاعدين بقى بالكامل هو وبرحابه وقال واكثر من هذا انا اهلاوي، انت كنت في، انا كنت في جلسه مع اهلاوي مش مع مسؤول. هي دي المشاعر بقى. هي دي المشاعر. اهلاوي يتحدث يا محمود وهو يقول يا ابو ناصر، جابت الحجب مفيش بروتوكولات. انا نفسي اللي كنت قاعد مع وزير بقى ومش عارف الخلفيات رخرخت خالص، وبدات اقول له انا شايف وانا عايز، وسمح لي من الكابتن الخطيب بهذا الكلام، لكن ما كان يمكن نصل الى هذا لولا الجلسه التي انتحي بها جانبا كابتن الخطيب، لانه نقل اليه قلق وبعض الامتعاض من اعضاء مجلس الاداره اللي اشتموا ان هم الله هو في ايه ده، احنا كلنا مرحبين بهذا الامر، مين اللي نقل هذه الصوره وليه وكيف يتم العبث في العلاقه كده. فكان البيان الذي تم صياغته والذي رحب به، وعلى فكره اقترحت ان يبقى في كلام صوت وصوره منه، وقال انا موافق، بس الكاميرا ساعتها ما كانتش متاحه لينا، كاميرا القناه، ورحنا بعد كده على المباراه ورجعنا من المباراه اصر ان يجي الجهاز الفني على عشاء، وبقت جلسه كرويه في سهره خلع رداء المسؤول تماما فيها حتى في لبسه، قال انا هلبس لبس البيت بقى واقعد معاكم. الاهلاوي الصديق. شفنا ماتش بعض لقطات للعيبه مهمه، شفنا لقطات بتدينا افكار في التسويق، شفنا لقطات بيتكلموا ازاي بيديروا قطاع الناشئين، شفنا افكار ازاي بيدار مش عارف ايه. رجل قلت له حضرتك كرواجي جدا. بتاع كوره. قاعد مع واحد بقى بتاع كوره وبيتكلم. ويتحدث ويجيب لك الدليل صوت وصوره منفتحين على كل التجارب الخارجيه، كلام يراه يليق بالنادي الاهلي المصري. نستفيد منه. انا مش هتكلم في تفاصيل ما هو قادم من فوائد لانه فاق التوقع. فاق التوقع. ايوه. للي جاي. اللي جاي. وكله الكلام ده مهم للجمهور الاهلي. كله مبني على مساله ليست هبات ومنح. ايوه. وانما شراكه وافكار تسويقيه تاتي بالربح لكل الاطراف. ومجالات انا نفسي لم اتطرق اليها. وطريقه اداره بعض الملفات التسويقيه بالطرق اللي تجيب فلوس ازاي؟ يعني سواء في الاعلام، سواء في اكتشاف المواهب، الاكاديميات، دون تفاصيل. استثمارات لا هبات. سيستطيع النادي الاهلي من خلال التنسيق. طبعا اي استثمار في الدنيا، ما هو ده ماشي مع الدوله،
انت عايز المستثمر يجي معاك ايه؟ يضخ اموال بس مش في صيغه هبات، في صيغه فوائد مشتركه. لكن إيه انت ما عندكش الطلعه اللي تخليك تعمل كده، هو هيوفرها لك. وانت صاحب الحق وصاحب القرار وصاحب الملكيه وصاحب كل شيء وصاحب القيمه والهيبه وكله. انت صاحب الملكيه، خلي بالك طبعا. صاحب الملكيه عشان يقول لك الكفيل. واخد بالك في كل شيء. ولذلك انا متوقع ان العبث سوف يزداد وان السخونه سوف تزداد وان سوف ينالنا على المستوى الشخصي الكثير من الاتهامات، ولكن آن الاوان ان يكون للاهلي ها يعني زي بقول ايه أدرعه الحقيقي ثقه اعضاءه وجماهيره، وهو ما ظهر جليا في الانتخابات الماضيه يا استاذ ابراهيم التي انفقت فيها يعني مئات الملايين ولم تغير من واقع الامر شيء. كابتن الخطيب بذل من الجهد ما لا يمكن ان يبذل، بتنام ساعتين ثلاثه في اليوم. انا اذا كنت بروح ساعات اريح او انام، لكن انا مش عارف هو في اوضته بيعمل ايه، لانه دايما ياتي بكلام لازم نتكلم فيه اذا كان على حوارات اخرى، ممكن يخش اوضته ما ينامش. قيمه رئيس نادي زي الخطيب لما يروح الدنيا تتقلب كده من الجاليات المصريه والاشقاء في المملكه، وناس تقول احنا جايين 1000 كيلو عشان نتصور مع الفريق، فاروح يجي مدير الفندق يقول لي يا كابتن عادل احنا عايزين ندخل اللعيبه من الباب الخلفي مكانه اللعيبه لسه ما وصلتش عشان الجمهور ما يرهقهمش، اقول له انا رايي ان الناس دي تكبدت مشاق، واروح استاذن الكابتن الخطيب يقول لي يقول له الناس دي ما تحوش حد انه يخش ويتصور معاهم، احنا هنطلب منهم ما يجهدوش اللعيبه واللي يتصور يمشي عشان نخفف العبء في ثواني، مقابل ان احنا نمنحهم لحظات السعاده اللي هي تهمنا. المغتربون علينا مسؤوليه ناحيته، احنا جايين نحقق فوائد اقتصاديه واعلاميه ورياضيه، لكن ايضا فوائد معنويه لجماهيرنا ونحترمه، وهو مكان وكان محل تقدير حتى الناس بتوع الفندق، قال احنا ما شفناش هذا العمل المنظم بهذا الاسلوب. طيب تفاصيل مهمه انا لازم هرجع لك فيها، لكن معنا على الهاتف الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي. استاذ شريف اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، الحقيقه انا ما كنتش عايز ادخل هذه المداخله لاني قاعد مستمتع بهذا الحوار الراقي. استاذ شريف وانت الحمد لله على السلامه يا استاذ شريف. اولا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وانا بقول لك وانت الرجل الاعلامي بقى اللي عنده رصانه الاعلامي وعنده الحس ان يلتقط الامور ويخرجها بالطريقه السليمه، تحدثت انا على اجواء او عناوين ولكن لم اتطرق الى تفاصيل وكلام رسمي، لاني اعلم ان الحدود الرسميه لازم تكون من خلالك ومن خلال الكابتن الخطيب. لو سمحت قول لنا كيف كانت هذه السفره وكيف رآها الكابتن الخطيب ونقلها إليك، وما هي الفوائد التي يمكن أن تقولها لنا؟ يعني خليني أحيي حضرتك الأول يا باشمهندس، لأنه المهندس عادل القيعي يعني طول عمره قيمة وقامة كبيرة بالنسبة لنا في النادي الأهلي، الحقيقة بنتعلم منها كثير، وتجلس إلى الأستاذ إبراهيم البنيسي هذا الصحفي النابه، بنستمتع دايما بكل ما تقدمون، تفيض مش بس محبة وعشق الأهلي ولكن وطنية أيضا لهذا الوطن يعني. الحقيقة أنا بشكركم وبحييكم شكرا يا أستاذ شريف. يا ريت نعلي الصوت يا جماعة شوية. فأنا الحقيقة لو أذنت لي المهندس عبد القيعي، أنا كنت يعني شاهد عيان على ما حدث، لكن باسم مجلس الإدارة ويعني طبقا الحقيقة لمدار بيني وبين الكابتن محمود الخطيب، مجددا بأؤكد لحضرتك يا باشمهندس الأستاذ إبراهيم ولجمهور الأهلي بعريض ولأعضائه إنه النادي الأهلي محكوم بدستور عمل من الاخلاص والضوابط الحقيقه والاخلاق والمحبه والعشق لهذا النادي، تدفع كل من ينتمون اليه الى العمل في بوثقه من اجل فعلا ان يكون النادي الاهلي واحد من اهم الانديه على مستوى العالم. خلاص احنا تجاوزنا بلا غرور يعني المحليه والافريقيه وحتى المنطقه العربيه، والان انت تتحدث عن الانتقال الى منصه الدول العربيه. هناك علاقه شراكه، وانا عجبني جدا وصف المهندس عادل القيعي مع الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه، بيمثلهم رجل دوله على اعلى مستوى من الخلق والمحبه للنادي الاهلي اولا بصفته اهلاوي وعاشق،
هو معالي الوزير تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للرياضه ورئيس شرف النادي الاهلي، وما كان لمجلس اداره النادي الاهلي ان يمنح الرئاسه الشرفيه لهذا الرجل الا بعد ان تيقن وادرك يعني مكانه هذا الرجل في قلوب الجماهير الاهليه ومكانه النادي الاهلي الحقيقه لدى معالي المستشار وزير تركي آل الشيخ. جميعنا يدرك مدى عشق هذا الرجل للنادي الاهلي العظيم ورغبته الصادقه في التعاون واقامه شراكه ودعم النادي الاهلي يعني بشكل لا منتهي ولا محدود. في هذا الاطار زي ما تفضل المهندس عبد ابراهيم، هناك اطر وهناك يعني طموحات كبيره جدا يعمل عليها مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب مع السيد وزير تركي آل الشيخ لتقديم نموذج فريد من نوعه فيما يتعلق بالدعم وإنشاء يعني أو الاستفادة من مؤسسة النادي الأهلي العظيمة في إنشاء كيان كبير متمثل في مشروع هو بالفعل مشروع القرن دون مبالغة، يكون نموذج أولا للاستثمار وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية. رقم اثنين، يقدم النادي الأهلي الهدية لجماهيره ومجلس الإدارة قبل أن تنتهي مدته الأولى أو هذه المدة، سيكون لدى النادي الأهلي إن شاء الله مدينة عالمية تليق باسم النادي وبجماهيره، في القلب منها استاد عالمي إن لم يكن واحد من أفضل ملعب أو اثنين على المستوى العالم فسيكون هو يعني من أفضل 10 ملاعب بلا يعني أدنى مبالغة. الحقيقة إنه هذه الزيارة بتصب في عدة اتجاهات إبراهيم مهندس عدلي. أولاً توطيد وتمكين هذه العلاقة هي قوية ومتينة مهما حاول العابثون أن يعبثوا أو يحاولوا الوقيعة بين النادي الأهلي وبين الأشقاء في السعودية ومعالي المستشار تركي آل الشيخ. رقم اثنين، أنت أدخلت السعادة والبهجة على قلوب المغتربين وعلى قلوب المصريين العظام اللي وفدوا كل حد وصوب في المملكة إلى أستاذ الأمير فيصل ابن فهد الحقيقة أو فهد ابن فيصل عفوا لحضور هذه المباراة، شاركت في تكريم نجم مونديالي عظيم هو نجم فؤاد أنور، أقمت شراكة والحقيقة توافقت أو توافق الكابتن محمود الخطيب مع معالي المستشار على مجموعة من الخطط المستقبلية للتعاون بين المملكة العربية السعودية وبين مصر في هذا المجال الرياضي، تتكلم عن النادي الأهلي اللي هو قاطرة الرياضة ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة، تتكلم أيضا عن المستشار التركي اللي قدر الحقيقه يبذل جهد كبير جدا لتنسيق مواقف الساده المستثمرين من اجل استخدام اسم النادي الاهلي ودخول في شراكه لبناء هذه المدينه العالميه اللي هنسمع اخبار سعيده جدا في غضون 10 12 يوم بالكثير على اقصى تقدير، يا استاذ ابراهيم اسبوعين على اقصى تقدير، هيكون في تفاصيل كثيره جدا وسيتم توقيع العقد النهائي والاعلان عن الاستشاري والشركه اللي هتشتغل ومده التنفيذ والمرحله الاولى هتنتهي امتى. ناهيك عن التوازن المالي والفني اللي تحقق بفريق كرة القدم وتحدث عنه استاذنا المهندس عبد القيعي فيما يتعلق بالاعارات وغيره، ودعم المستشار تركي آل الشيخ الحقيقه للفريق الاول لكرة القدم فيما يتعلق بتحمل كامل صفقة صلاح محسن او المساعدة في الاعارات اللي اسهمت في تحقيق او ما هو اكثر الحقيقه من التوازن المالي والفني على حد وصف الكابتن عبد العزيز عبد الشافي. لاعبيك بيشاركوا في دوري قوي جدا، ما كانوش بيشاركوا في الدوري المصري سيعودوا اليك بمستوى فني ارقى، دخلت خزينه النادي مبالغ ماليه تساعد في اطار البحث عن موارد تمويل جديده، وطدت علاقتك بعدد كبير من الانديه السعوديه وانت تعلم الشعب السعودي الشقيق كيف انه محب للنادي الاهلي وعاشق لكره القدم بشكل عام ومتابع جيد شانه شان المصريين تماما لكل تفاصيل النادي الاهلي، قطعت الطريق على هؤلاء الذين يحاولون الصيد في الماء العكر بضرب في صح التعبير في العلاقه على امانيهم يعني تتحقق منع هذه الشراكه وهذا التعاون، ظنا منهم ان ده ممكن يحبط مجلس الكابتن محمود الخطيب ويعيقه عن تحقيق البرنامج الانتخابي واماله وطموحاته بالنسبه للنادي الاهلي. فالحقيقه هي زياره في غايه الاهميه كلها مكاسب على المستوى التعاون الثنائي على المستوى الجماهيري على مستوى العلاقات بين المسؤولين. بعتقد انه لما شفت الكابتن محمود الخطيب بعد ان عاد من لقائه بابو ناصر يعني زي ما بيحب يناديه دايما انه ليه مكانه في قلبه، هو والمهندس عادل القيعي الحقيقه كانوا
يعني بقي لاجتماع خاص بمعالي المستشار بعد معالي الجهاز الفني والكابتن عبد العزيز الشافي. الكابتن الخطيب اللي كنا رايحين في الطياره يعني الحقيقه كان شخص ثاني، كان شخص. وكابتن محمود الخطيب ده انا شفته بعد هذا اللقاء وبعد ان يعني استطاع الطرفين ان يقطع الطريق على هو استماع العكس، كان يعني الابتسامه تملا وجهه في حاله من الاريحيه، يدرك قيمه النادي الاهلي ومجلس ادارته الحقيقه المحترم اللي كله على قلب رجل واحد وبيعمل في تناوب، وكابتن محمود الخطيب يقوده بمنتهى الحكمه والرشد. وانت عبد الخير اتعلمنا وشفنا دايما ان مجلس الاداره قد يكون في تباين في وجهات النظر، لكن عندما يخرج قرار الجميع يؤمن بهذا القرار ويدافع عنه. لكن ادهشك بقى الحقيقه استاذ ابراهيم واستاذنا المهندس عبد القيعي انه حتى مجلس اداره النادي الاهلي حاليا بعد 6 اجتماعات استطيع القول بملء فيه انه لا يوجد حتى تباين في وجهات النظر، هناك تناغم وتوافق الحقيقه بين الاعضاء والسيد رئيس النادي على اعلى ما يطمئنك تماما على مستقبل النادي، لانه فعلا ما هو قادم ان صح ووفقنا الحقيقه او وفق مجلس الاداره يعني في تنفيذه، مش بس الناس ستصاب بلوثه او الكارهين على حد وصف تعبير المهندس عدلي، لا سيصابوا بصدمه طيب. كبيره جدا الحقيقه تؤكد ليهم مجددا النادي الاهلي سيبقى خارج منافسه باذن الله بفضل قيمه واخلاقه ومبادئه وابنائه الذين يعملون باجل وطنه. طيب استاذ شريف، كابتن خطيب لسه راجعين امبارح والنهارده اعتقد كان عنده برنامج عمل مضغوط برضه، يا ريت تقول لنا البرنامج النهارده اشتمل على ايه؟ خليني بقى تقديرا للمهندس عدلي ولحضرتك استاذ ابراهيم ولقناه النادي الاهلي، يعني كان في توجيه كده من كابتن شويه حاجات كده بقى من النهارده كان في توجيه اني اخص حضراتكم الحقيقه يعني في بعض الامور اللي حضرتك هتوزها ليها دلوقتي، يعني حصري لبرنامجكم وللقناه، وفي نفس الوقت اعتقد انا يعني احب اسمع تعليقكم بعد ما اقفل معاكم عن اتفضل هذا الامر لانه في منتهى الخطوره. اتفضل. اولا الخطيب النهارده كان عنده اجتماع شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، وكان معاه السيد العامري فاروق نائب رئيس النادي والسيد الاستاذ خالد الدرجدلي امين الصندوق مع شركه ايجل اللي هي مستحوذه على اعلام المصريين كان بيمثلها السيده الحيه العظيمه داليا خورشيد رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لاعلام المصريين استاذنا المهندس سامي. الجلسه استمرت من 11 صباحا حتى 3 بعد الظهر، يعني اجتماع مطول تم المناقشه فيه عن سبل ايضا التعاون، عن تطوير القناه، عن كل الامور المطروحه، عن بعض التعوقات اللي كانت بتعوق الحقيقه انطلاقه قويه للقناه. الاهم بقى اللي انا حابب اقوله الحقيقه استاذ ابراهيم هو ما يتعلق بانه كان في عقد موقع بين شركه الاهلي للانتاج الاعلامي في 2016، مثل النادي الاهلي فيه السيد كامل زاهر امين صندوق المجلس السابق مع شركه هوا ليمتد. المفترض انه كان يتم توريد اجهزه ومعدات للقناه بقيمه ما يقرب من 100 مليون، بنتكلم في 5 مليون دولار. الحقيقه انه مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب الصوت ابتدى انزعجوا جدا من هذا الامر يا كابتن. ايوه انزعجوا جدا. اتفضل. المفترض انه انا عندي شراكه مع شركه محترمه هي بتتولى الانفاق على القناه من الالف للياء، واحنا بنطور المحتوى مع بعض. انا كنادي اهلي ادفع ليه لميزانيتي هذا المبلغ 5 مليون دولار حتى لو كان بالاجل لشراء اجهزه ومعدات للاستوديوهات يعني عند حضراتكم وللقناه. الحقيقه هو طلب من القائمين على الشركه السيده داليا خورشيد المهندس اسامه الشيخ انه هذا الامر لابد من اعاده نظر فيه لانه النادي الاهلي مش هينفذ هذا. وبعد جواب رسمي لهذا الكلام وتم بحث الامر، والحقيقه بقى شوف الرقي في التعامل وشوف رد الفعل كمان من الناس المحترمين الحقيقه في شركه ايجل واعلام المصريين، كان القرار على الفور وجواب رسمي الى الكابتن محمود الخطيب والى مجلس اداره النادي الاهلي. ايوه. انه النادي الاهلي لن يتحمل هذا المبلغ، كان في اجهزه ومعدات سوف نتحملها. هايل. كان مفترض ان النادي الاهلي يدفع من اسبوعين ثلاثه استاذ ابراهيم حوالي 900,000 دولار قيمه الفلوس. كم يا استاذ شريف؟ 900,000 دولار. لا صوت 900,000 دولار. فبالتالي كل هذه المبالغ لم تتحملها خزينه النادي الاهلي والغي هذا. طب ممكن اتوقف هنا؟ طبعا. المعدات هتبقى ملك مين؟ المعدات هتبقى ملك النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. ملك النادي الاهلي بس. ده اللي انا عايز اقوله، الدعم مش معناه انك انت تلاقي عليا كلام وتقول لي بعت وعملت،
ده بيدعم وسايب لك كل حاجه. بالظبط. لا والمدهش، المدهش كان النادي ليه هيدفع هذا المبلغ باشمهندس؟ يا حبيبي انا فاهم يعني، ما دي اعباء كانت هنتكلم عليها في حينها برضو عشان يشوفوا الفرق يعني. يعني انا ان شاء الله ابقى حضرتك بعض التفاصيل كده باشمهندس. تمام. انا لما الكابتن بيستدعني انا واقف في النادي، انا عندي عقد شراكه مع شركه محترمه، انا كنادي اروح ادفع ليه قيمه الاجهزه والمعدات؟ رقم اثنين، طب ما هو مجلس الاداره الحالي هو نجح في الغاء هذا العقد دون ان يتحمل اي تكلفه ماديه، والشركه سوف تتحمل قيمه هذه الاجهزه والمعدات الخاصه بتطوير استديوهات القناه والنهوض بها. فالحقيقه يعني ادى مبلغ 100 مليون جنيه تقدر تقول ان النادي الاهلي يعني مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب قعدوا كانت تخسر الحقيقه، مش عارف يعني انا سايب لكم التعليق لهذا الامر. انتوا اسددنا وتقدروا تقولوا لنا يعني انا الحقيقه مندهش جدا من هذا الموضوع. فالحقيقه ده كان موضوع شغل الشاغل للكابتن محمود الخطيب، ربنا يوفقه النهارده. ولو اذنت لي يا استاذ ابراهيم واستاذ المهندس عادل الخاهي، اتفضل، اني باسم مجلس اداره النادي الاهلي بتقدم بخالص الشكر وجزيل الحقيقه غايه امتنان وتقدير لهذا التعامل الراقي بصفه شركه سيجل واعلام المصريين مهندس سامي الشيخ والسيده داليا خورشيد. الحقيقه ده يعطيك امل وطمانينه انه التعاون سيكون افضل في السنوات المقبله ان شاء الله، وانه القناه ستكون لها رؤيه يعني اخرى، وسيكون هناك قناه فعلا يعني تليق باسم النادي الاهلي وجماهيريته العريضه في ظل هذا التعاون. فانا بشكرهم. احنا بنشكرك على المداخله، وكان بكره الكابتن خطيب عنده تكريم في الاهرام الرياضي مش كده؟ والحقيقه خليني برضو اخصك بحاجتين مهمين يا استاذ ابراهيم والمهندس عادل الخيال. اتفضل. اولا المهندس عادل عارف الكابتن محمود الخطيب شبه بينتحر يعني الحقيقه من وقت الحمله. الله يكون في عونه الحقيقه. لا يعني الحقيقه احنا كلنا بنختلف معاه الحقيقه وبنرجوه يعني دايما يعني يهون على نفسه ويعطي لصحابه قدر من الراحه. فهو الحقيقه عارف انه كمان من يعني من العمل المتواصل وضغط العمل كان تعرض لالام في قدمه جراء العمليه اللي كان عاملها في ظهره قبل عده سنوات في المانيا، ودخل المستشفى 48 واجرى بعض الاشعاعات وارسلها لطبيبه اللي كان عمل له العمليه في المانيا. فالحقيقه الطبيب قال له لا يعني يفضل انني يعني اناظرك يعني في شكل استشاره كده. فالحقيقه الكابتن هيسافر اليوم الحد القادم ان شاء الله المانيا لفحص دوري. هيسافر الحد لالمانيا. هيسافر الحد الى المانيا، وده أول مرة نعلن هذا الكلام من خلال برنامجكم المحترم من قناة النادي الأهلي. أيوة. لعمل فحص دوري فقط للاطمئنان، وهي فرصة حتى يفصل شوية عن العمل وعن ضغط العمل المتواصل في المحيط في هذه الحقيقة. فبالتالي الآلام اللي تعرض ليها جراء السفر المتواصل والاجتماعات المتواصلة سيمنعه الحقيقة من تلبية دعوة الأهرام الرياضي غدا، وسيفد يعني مندوبا عنه باسمي لحضور هذه الاحتفاليه، واذا كان في تكريم او ما شابه سوف يتكلم. هو قبل ما اجي على طول تلقيت مكالمه مفادها ان الكابتن خطيب، اولا النادي الاهلي وليس سرا بقى يعني علمت انه قد فاز بكل الالقاب، القاب الافضل في كل الاستفتاءات التي دارت، ومحل التكريم غدا. نمره اثنين، معمول تكريم خاص للكابتن الخطيب باحتفاليه خاصه غدا بصفته فاز بالافضل في تاريخ الكره المصريه في الاستفتاءات بتاعه الاهرام. هم كانوا بيرجوا انه يحضر، لو قدر يحضر طبعا هتكتمل النجاح، لو ما قدرش الناس هتبقى مقدره، لكن اتمنى ان احنا نشوف الكابتن الخطيب يتسلم الجائزه التي يستحقها بالفعل. والله منجد حضرتك دي يعني في مكانها ومحل تقدير واعتبار. يدرس الموضوع كده واذا قدر لانه انت تعلم كمان هذا التكريم من مؤسسه زي الاهرام، ما هو مش من افراد على فكره، هو مؤسسه الاهرام عندما تجري استفتاء فهو استفتاء يعني شارك فيه الجماهير، عندما يختار الكابتن كافضل لاعب في تاريخ كره القدم المصريه أرجو أن يتمتع بهذه اللحظة. صحيح، أنا متفق جدا مع حضرتك، وحضرتك تعلم كمان المكانة اللي بتحتلها مؤسسة الأهرام في قلب الكابتن. أنا عارف هو ممكن يعني، لكن يعني هي نتمنى أن الظروف الصحية تسمح بده إن شاء الله. أرجو أن يحضر.
يعني ان شاء الله باشمهندس نتمنى انه يعني يكون في صحه وحال احسن. انا عارف وان شاء الله اذا قدر يتحامل ويحضر هيبقى كويس، ما قدرش اذا ينوب عنه من يختاره المجلس. احنا نتمنى الاهرام لها مكانه خاصه في قلب الكاس وحوض الخطيب وسكرتيرة ابنائها، وحضرتك تعلم العلاقه اللي بتربطه مع قيادتها الحقيقه بطوله الاستاذ مصطفى سلامه رئيس مجلس الاداره، بالاضافه الى انه هذا التكريم من قبل الجمهور وهذه المؤسسه العريقه ومحل تقدير من الكابتن محمود الخطيب، نتمنى انه الام قدم يعني تختفي ويستطيع انه يحضر، لكن في حال عدم حضوره فبالتاكيد هو مقدر جدا والنادي الاهلي مقدر جدا هذا الاستفتاء وما قام به الجمهور، وان شاء الله نتمنى القادم افضل يعني. تحياتي لحضرتك. شكرا. شاكرين ليك يا سيدي على الايضاحات. شكرا جزيلا للاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، واعتقد كان خبر مهم جدا فيما يخص القناة، لأن القناة هي النافذة والواجهة مع جمهور النادي الأهلي، أن يكون الاجتماع مثمر إلى هذا الحد وأكثر تسوية أمور كبيرة جدا وأكثر. الوزيرة السابقة داليا خرشد مع القادم أسامة الشيخ أهم. آه. أقول لك لم أشأ أن أتحدث في التفاصيل لأن هو المنوط به لما يخرج من بقه كلام يبقى هو ده كلام النادي. أنا عن انطباعات. أي فما قاله الإعلامي المحترم الوقور شريف فؤاد لا يعبر عن وجهات نظر، انما يعبر عن موقف النادي الاهلي وحقائق الامور. لحظه ما تسبقش وتجري، لحظه المواضيع ما تقفش عند هذا الحد، مواضيع كبيره ومهمه. تفضل. انا عايز اعرف مين رئيس مجلس اداره الاهرام الحالي؟ استاذ عبد المحسن سلامه. وهو غير عبد الناصر سلامه، بس عشان نوضح طبعا احسن الناس في الخطف كده ممكن تفتكر ان ده هو استاذ عبد المحسن سلامه. ايوه رئيس مجلس اداره الاهرام نقيب الصحفيين. نقيب الصحفيين استاذ عبد الناصر سلامه رئيس التحرير السابق للاهرام. أيوة. ويكتب في المصري. ايوه وهنا الخلاف. عبد المحسن سلامه محتفظ بالالقاب هذا الصحفي يعني الوقور المحترم، عمل استفتاء كبيره جدا، الاهلي يفوز بمعظم ان لم يكن كل الالقاب، القاب التكريم التي توصل اليها استفتاء الاهرام الرياضي. لكن الاهرام الرياضي ولكن عايز اقول حاجه، الاخبار اللي قالها لنا دي اخبار حصريه واخبار مهمه طمنك على رؤيه مستقبليه مشرقه للاعلام وقناه الاهلي تحديدا، طمنك على انطلاق العمل. لا اسقاط عقد كان الاهلي ملزم فيه بدفع 100 مليون جنيه يا حبيبي. ايوه شراء اجهزه ثم 900 الف دولار كانت مستحقه من اسبوعين او من شهر فات مش هنتحمل. فاسقاط وهي اعباء حقيقيه تركت من خلال عقد غريب جدا اتعمل مع من خلال مجلس السابق انك تتحمل كل هذه الاعباء. هذه واحد. والاجهزه ملكك طبعا. طيب كمان هو قال في خبر مهم جدا كمان 10 ايام مش لازم نديله اهميته، سينطلق العمل باذن الله. باذن الله سينطلق العمل، سينطلق بدايات حقيقيه مشروع مدينه الاهلي واستقر خلاص على المكان وكل حاجه اللي هو طريق العين السخنه. بس في بعض التفاصيل يجب ان تعلن في هذا الامر عشان الناس تشوف حتى المجهود الذي بذل لحل مشاكل كانت لا تحل الا من خلال الثقه والعلاقات المباشره. برضه هتركها لصاحب الشان يعلنها في الوقت الذي يراه مناسبا، كابتن محمود الخطيب. النادي الاهلي يسير وامورنا الى الافضل، واللي بيزعله ده ويزعجه ده ويجننه ده احنا والله نعتذر له، مش قصدين نضايق حد، احنا قصدين ان النادي الاهلي يتقدم. يسعد جمهورنا. زي النهارده ولكن في 2009 6 فبراير 2009 واحده من بطولات النادي الاهلي حين احرز كاس السوبر الافريقي على حساب الصفاقسي التونسي 2-1 بهدفي امادو فلافيو الانجولي، نفكر حضراتكم بيهم. هدف في مرمى القطن الكاميروني في النهائي ذهاب النهائي، كرة عرضية الأهلاوية، جول هو جول، بيشتغل عليها ممتاز، بيشتغل عليها بامتياز الأهلي، جول هو
فلافيو ده مش ممكن. ده راسه دي ايه ماكينه اهداف. راس فلافيو ماكينه اهداف بيشتغل عليها الاهلي ممتاز، وهو ده الهدف اللي هيشعل اللقاء. الاهلي 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 بي 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 الاهلي الاهلي رائع رائع رائع. قلت لحضراتكم 35 دقيقه في الطايم الاول ما لعبوهمش الحقيقه من فتره، مش هو الاهلي اللي احنا عرفناه قوي، ولكن الحقيقه استحواذ ممتاز في 35 دقيقه. وادي جماهير الاهلي الوفيه اللي حضرت معاه في استاد القاهره لتزين سوبر رابع وتتمنى سوبر رابع. فلافيو اصبح مطلب جماهيري، فلافيو اصبح نجم سينمائي، فلافيو اصبح نجم الكره المصريه مع الراسيات، هي دايما بيشتغلوا عليها كويس. وهدف انجولي باقدام جيلبرتو ثم راسيه جميله عن طريق اللاعب فلافيو. وولد لعيب حلوه جدا جدا، حلوه جدا جدا من فلافيو. حدوته كبيره 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 جدا فلافيو طبعا في الراسيات، اتكلمت عليه في الطايم الاول وقلت انه يصنع الفارق الحقيقه بالراس الذهبيه بتاعه اللاعب امادو فلافيو. دايما على فكره يجوا يعملوا الحاجات دي كويس، يعني على طريقه الاحتفاليه الجميله هو واللاعب جيلبرت. انما حرص ونادي الصفاقسي هو الاخر يبحث عن هدف اخر، ولكن بحرص هو الاخر. على طول عرضيه جيلبرتو فلافيو، هوبا جول يا عيني. مش ممكن، لا 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 لا، ما تقوليش ده فلافيو ده حدوته، ما تقوليش ده فلافيو ده محتاج شاعر يكتب فيه، شاعر مصري وشاعر انجولي يكتبوا 30 40 بيت من الشعر بالنسبه لفلافيو. يا عيني يا عيني على راسك. راسه ايه يا جماعه؟ ده لو راسه دي كسوه تقولها دهب، هي الراس الذهبيه. بصها يا احمد يا فتحي، قبلها يا احمد يا فتحي. راسيه ولا في الاحلام، راسيه جيلبرتو ممتازه وراسيه فلافيو ممتازه، هم الانجوليين اللي عملوا الشغل. اتفرج وشوف على الاهلي، الاهلي فريق قد يمرض ولا يموت، الاهلي فريق ممكن يعدي من بعض الصعاب، الاهلي فريق عنده اثنين لعيبه ذات قيمه كبيره، نقاهم الرحاله البرتغالي مانو جوزيه. عرضيه ولا في الاحلام جميله، ثم راسيه على اعلى مستوى من لاعب امادو فلافيو. على فكره فلافيو لازم الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي الكل يدرس يعني ايه فلافيو في عمليه الراس يا جماعه. اصبح ظاهره وظاهره جميله، اصبح راسيته على اعلى مستوى، اصبح هو صاحب الفرحه الثانيه في وما زالت القافلة تسير، لكن ما تم الكشف عنه من كشف أثري حضاري مهم جدا لتاريخ النادي الأهلي، أعتقد مسألة مشوقة جدا يا باشمهندس، ومسألة تحتاج لتوقف هي وتأني معها ضمن سلسلة البحث في كنوز عظمة الأهلي. هو ده سر أو من أسرار عظمة الأهلي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. قلت لكم قبل الفاصل في سياق الانتصارات الكبيره جدا والكشف عن اسرار عظمه وتميز النادي الاهلي، جزء من هذه المساله النادي الاهلي رائد، ورائد معناها انه اول من طرق كل هذه الابواب رياضيا اجتماعيا ثقافيا واعلاميا. المهندس عادل القيعي كان صاحب السبق التاريخي في ان يؤسس للنادي الاهلي مجله صدرت في مارس 1974. مجله الاهلي اللي بتتابعوها كل يوم خميس وليها اصدار شهري صدر من سنه تقريبا او من ثلاث سنين بالظبط، صدرت لاول مره في مارس 74، ولما صدرت حمل معها النادي الاهلي شاره الكابتنه الاعلاميه انه يبقى النادي الاهلي اول نادي في الشرق الاوسط مش في مصر بس يملك صحيفة تتحدث باسمه. بعدها تقريبا بسنة الزمالك اصدر مجلته، بعدها الاهرام مؤسسة دار التحرير اصدرت الكرة والملاعب، وفضلت الساحة الرياضية فيها الاهلي والزمالك والكرة والملاعب لغاية لما منتخب مصر تأهل لكاس العالم في 89، رحنا كاس العالم لايطاليا 90. نهاية 89 اخبار اليوم اصدرت اخبار الرياضة، والاهرام بعدها على طول باسبوع او اتنين اصدرت الاهرام الرياضي عشان يكتمل عقد الصحف الرياضية في مصر، ثم يضاف بعد كده تجارب خاصة كثيرة ومواقع الكترونية، وكان التطور في البرامج الفضائية وغيره وغيره، اتسعت الرقعة الاعلامية. النادي الاهلي وهو بينشئ مجلته وبيصدرها في مارس 74 كان الكابتن والرائد.
فوجئنا انه لا مش بس كده، ده للاهلي جذور ضاربه في عمق الرياده. متخيلين انه للنادي الاهلي مجله صدرت قبل هذا الموعد اللي المهندس عادل القيعي حمل او منح فيه شاره الكابتنه الاعلاميه للنادي الاهلي قبل الكلام ده ب 41 سنه. شوفوا القيمه الحضاريه للنادي الاهلي سنه 1933 وتحديدا في شهر نوفمبر اصدر النادي الاهلي مجلته يا باشمهندس، اللي مجله الاهلي النهارده العدد الشهري اللي صدر منها في الاسواق بيكشف لنا الكاتب الصحفي الكبير الحقيقه الاستاذ وواحد من الرعيل المعلم وتقدر تعتبر سعيد وهبه طبعا حفظ الاسماء مفكر رياضي اكتر من كونه صحفي رياضي اهلاوي جميل وصاحب فكر وصاحب رؤيه، له قصه طريفه جدا ازاي عثر على هذا الكنز الحضاري المهم اللي بيقول لحضراتكم الاهلي اصدر مجله سنه 1933. يعني لاخبار اليوم كانت صدرت اخبار اليوم والاخبار 44 و52 الجمهوريه بعد قيام ثوره يوليو ايضا الاهرام بس اللي كان موجود في الساحه بالاخوين تقلى. متخيلين عمق النادي الاهلي الحضاره يا باشمهندس عامل ازاي؟ كل ما تفتش في تاريخ الاهلي تخرج بكنوز ودروس. حقيقه يعني. المجله حتى ما تشوف شكلها حلوه. ايوه. مش ورقه. صحيح. واخد بالك؟ لا اللغه كمان ايه حقيقي دي؟ يعني كان وقتها ما فيش اسواق تستوعب انك تطرح المجله للبيع وكانت مجله على مستوى الاعضاء ولكن كان ليها رساله. يعني انت لما وريتني هذا الكلام كنت حريص ان انا اراه عندك برضه، انت صاحب يعني مجهود في هذا الامر وهتقول لنا مين اللي اكتشف هذا الكلام ولازم نحييه، لانه لما يكون مجلس اداره النادي الاهلي حريص من خلال مجله توزع على اعضائه ويخاطب اعضائه ويربط بينهم ويقول لهم ادي اخبارنا كلها اهي. يعني حتى لو لم يكن معني وقتها بانها تبقى مصدر او مشروع يحقق اموال للجمهور، لكن كان يهمه جدا ربط الاعضاء يعرفوا اخباره ازاي. مش من خلال قرارات مجلس اداره قد لا تقرا، ولكن من خلال مجله شهريه توزع عليهم بالمجان عشان كل واحد ياخد نسخه يعرف ناديه ماشي ازاي. طيب هقول لك يعني وكان فيها برضو حرص ان يبقى مجله بمعنى المجله ان يبقى فيها اخبار دوليه وعالميه وكده. بص يعني بص حتى في الغلاف بتاعها ناشونال سبورتنج كلاب جازيت دي مجله النادي الاهلي للرياضه والتوثيق بتاعها ده السنه الاولى العدد الاول اول نوفمبر 1933 هذا الغلاف لوحده وبعد كده تتوالى الصفحات. بس خليني اقول لك كلمه النادي ليه الاهلي طلع هذه المجله. أيوة. في نوفمبر 33 الفلسفه بتاعتها. بص بقى زي الافتتاحيه بيقول اولا كان النادي الاهلي وقتها تحت رئاسه جعفر ولي باشا دايما وهذا الرجل موجود يعني الراجل ده في احداث يعني مهمه يحتاج للتاريخ الانصاف الكثير الحقيقه. بيقول في كلمه النادي كبر النادي الاهلي سنه 33 يعني يعني كان بقاله 26 سنه تقريبا. كبر النادي الاهلي واتسعت ارجائه وتعددت افرع الرياضه فيه، ولما كان الوصول الى نشر الفكره الرياضيه وتسهيل سبلها واعداد وسائلها لا يكون الا اذا تضافرت القوى، لذلك راينا انه اصبح لزاما علينا ان ننشئ نشره شهريه يدرج فيها حوادث النادي واخباره وما تكتبه الصحف وما يقتضيه نظام الالعاب من فن ووسائل صحيه. عايز يعرف الشباب واللعيبه الثقافه الرياضيه. يعني معني بالثقافه الرياضيه شوف احد اهداف الهامه يعني. فيتسنى ان يكون الاتصال وثيقا بين الاعضاء وبعضهم في جميع نواحي النشاط الرياضي بالنادي. نتقدم الى حضرات الاعضاء بهذا المجهود ونحن مطمئنون انه سيقابل بروح طيبه، فلا يبخلون بامدادنا باقتراحاتهم وما يعن لهم من افكار ومباحث. دائما تواصل مع الاعضاء وجماهير شوف من امتى موجود. وقبول الراي للتطوير موجود. طيب نشوف الاستاذ صاحب هذه هذا الاكتشاف هذا الدور في التنقيب اللي بينقب على الاثار اللي هم بيروح في داهيه، لكن الاستاذ سعيد وهبه نقب على هذا الكنز
بشكل الحقيقه يستحق معاه وقفه تاريخيه. استاذ سعيد مساء الخير. اهلا مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ازيك؟ ازي حضرتك وطمنا على صحتك، دايما بخير. الحمد لله بخير، تحياتي ليك وتحياتي الكابتن عبد القيعي. اولا توحشني جدا، ربنا يخليك، وفرصه جميله ان اسمع صوتك المتزن والذي يشع بعشق الاهلي، وياما اسرتنا بالفكر الرياضي كمان. والفكر الرياضي طبعا يعني، وكان كنت شريك في كثير من الاعمال الاعلاميه الخاصه بالنادي الاهلي، وطبعا هتحكي لنا بقى الكنز ده لقيته ازاي. لا هو الحقيقه طبعا انا بحييك وبشكرك كابتن عدلي، احنا علاقه بقالها يمكن 47 48 سنه، تاريخ كبير يعني. هو الحقيقه ان هي صديق في بيقيم في الصين بقاله اكثر من يمكن 25 سنه، مهندس ورجل اعمال، واحد من اللي اكتشفوا البيزنس في الصين ومقيم في الصين. فكان كان بيكلمني بالتليفون، قال لي ان هو كان في دار الكتب، هو معني هو ليه يعني بيعمل مؤلف جديد عن الصين بيزنس وكذا، فكان في دار الكتب وبيقلب في الدوريات القديمه. بيقول لي انا اكتشفت ان النادي الاهلي عمل مجله سنه يعني في بدايه الثلاثينات، فدي كانت فجاه كبيره جدا ليه هو يعني. قال لي ده 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 ده, ده يعني حاجه غريبه جدا. فقلت له انت بالظبط؟ فقال لي في بدايه الثلاثينات. فانا خدت منه الخيط، قلت له انا هتابع الحكايه دي، ده يعني يعتبر كنز بالحس الصحفي بقى. طبعا. فاخدت منه الخيط وكلفت زميلنا الاستاذ محمد مصطفى ان هو يختار الكتب ويبحث في الدوريات ويديني افاده. فالحقيقه الراجل راح وبحث واكتشف ان في ثلاث اعداد. ثلاث اعداد وبعد ربما اكتر كمان يا استاذ سعيد. محمد قال لي ممكن يكونوا 11 12 عدد كمان اللي موجودين. هو حضرتك استاذ وعارف معنى انه النادي يودع هذا الاصدار في دار الكتب، معناها ان ده كانت ليها رخصه وليها كل الاجراءات الرسميه، والاهلي حريص انه يوثق اموره يعني. طبعا هي مجله يعني بالمعنى الاحترافي للكلمه، ومجله قيمه جدا، واكيد طالما مودعه في دار الكتب فليها قيمه وليها قيمه تاريخيه والحقيقه انا ما شفتها، انا ذهلت من المستوى. انا هرجع لك في المستوى، انا هرجع لك في المستوى والمحتوى يا استاذ سعيد، بس خليني اسال زميلنا محمد مصطفى على التليفون ايه اللي شافه في دار الكتب عند الخطوه ديت. الاستاذ محمد مصطفى خليك معانا يا استاذ سعيد. يا محمد معاك يا استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. المهندس عدلي والاستاذ سعيد وهبه. طيب قول لي بقى، الاستاذ سعيد كلفك بهذه المهمه التنقيبيه، ايه اللي انت شفته في هذا العدد؟ لا هو الاول مهم نقول باختصار شديد ازاي وصلنا للمجله. الاستاذ سعيد لما كلمني كان مهم دار الكتب تحدد السنه بالظبط، يعني يمكن كان في فرق سنه عن اللي انا خدته من الاستاذ سعيد او من اللي بلغه المجله صدرت 32. بالبحث طبعا في دار الكتب ما وصلتش لحاجه عندهم. رجعت لمحاضر مجلس الاداره، طلع فعلا قرار بصدور هذا العدد اللي هنشوف صفحاته اللي هنشوف صفحاته، لانه شوارب واقف عند الغلاف، هنشوف صفحاته. اتفضل. لا انا مش هخش في المجله، انا بتكلم على لما دخلت في دار الكتب قعدت ادور على الاصدار، لقيناه في الدوريات عباره عن 12 عدد. 12 عدد. 12 عدد. ال 12 عدد دول مسجلين في دار الكتب على انها النشره الدوريه للنادي الاهلي. كان هذا المسمى في هذا الوقت. وبالتالي استطعت ان انا احصل على بعض الاعداد منهم ونصورها ونجيبها وبعتها للاستاذ سعيد طبعا علشان خاطر كان نوف المهمه اللي هو مني. موجوده بحاله جيده مش كده؟ هي بحاله جيده الحقيقه. بحاله جيده جدا ومحافظين عليها ومجلدينها. لكن الجديد هناك بقى انك هتلاقي مثلا في تفاصيل رحله الاهلي لاوروبا في اول الثلاثينات.
تفاصيل كامله للرحله بالخمس دول اللي هم سافروها بالغايه، يعني جزء من توثيق التاريخ ايضا. طبعا. انت في دار الكتب الحاجه الوحيده الصعبه هناك انك لازم تحدث تاريخ كل حاجه وانت رايح. وهي دي الصعوبه الوحيده اللي انت بتراها، لان هناك في الاف الدوريات والمجلات القديمه والصحف القديمه اللي صدرت في هذه الفتره، وعلى فكره كان في غزاره كثيره جدا في الصحف في الفتره دي. طبعا طبعا المناخ كان مختلف، لكنه الاهتمام بالرياضه كان في بعض الاصدارات القليله جدا، يعني مش كل الاصدارات كان فيها رياضه، لدرجه مثلا الاهرام اللي صدرت في 1882 بدات رياضه في 1922. الصوره اللي قدامنا دي يا استاذ محمد على الشاشه، اذا كنت قدامك تلفزيون، تحت فيه نسر اسود كده، هي ده بتاع لا ده جديد، ده جديد مش كده؟ ده جديد. طيب عموما بنشكرك يا محمد، ونرجع للاستاذ سعيد. يا استاذ سعيد افندم، اهداك بقى اخونا محمد مصطفى هذا الكنز الاثر المهم جدا، انت وجهه نظر حضرتك في تصفحه ايه بقى؟ انطباعاتك منه؟ طبعا صفحت الاثر، صفحت العدد الاولاني. انا الحقيقه فوجئت وذهلت من المستوى. اولا الاسلوب يعني ممتاز، يعني اسلوب عالي جدا وراقي جدا ورصين جدا، وما فيش ولا غلطه نحويه ولا مطبعيه ولا لغويه في العدد كله. نادر جدا، لان المطابع طبعا في الثلاثينات العشرينات في الثلاثينات كانت يعني الى حد ما لسه بدائيه شويه. كون المجله تصدر بهذا المستوى الفاخر وهذه الطباعة الجيدة وهذا الإخراج الرائع قياسا بمطبوعات ذلك الزمان، فأنت هنا بإزاء يعني حاجة على المستوى الفني، أو منتج صحفي على المستوى الفني على مستوى عالي جدا. أيوه. دي ملاحظة أولانية. الملاحظة الثانية إن يعني المجلة متناولة كل شيء. يعني أولا بتتكلم عن الالعاب كلها اللي بتغناها النادي الاهلي. اثنين في يعني من خلال الماده الصحفيه يعني في ثقافه رياضيه، يعني في مثلا قانون كره السله. ده بيتكلموا على تعديلات القوانين في الكوره وفي الباسكت، وبيتكلموا على الطب الرياضي كمان حتى. يعني سنه 33 زاويه بيتكلموا فيها عن الطب الرياضي. عن الطب الرياضي، وده كان جديد جدا، ده كان فرع جديد في الطب في العالم كله. صحيح. عن قانون كرة السلة، قانون كرة القدم، عن يعني حاجات فنية. اثنين برضه فيهم يعني من الملاحظات ان مثلا بيتكلم عن موسم الاستقالات والانضمام. بيحكي الميركاتو يعني. ايوه. ده بيقول لك انتهى الموسم وخرج منه الاسد الاهلي بنظيم الاسد، وتقريبا في اشاده بالمهندس عدلي القيعي. خرج ال... خرج الاهلي بنظيم الاسد من موسم الاستقالات. نسخه ثانيه منه بالظبط. نسخه ثانيه منه، فبيقول لك خرج غنيمه الاسد. كمل فريق من شباب، يعني شوف العباره دي بالمصري، كمل فريق شباب مثقف شعاره التضامن والاخلاص والتفالي في خدمه النادي. الاهلي فوق الجميع، يعني شعار قديم بالظبط. يعني هي مساله او قيمه الايثار، هو لم يكن شعارا مكتوبا، ولكن كان قناعه وفلسفه بيعمل بها الجميع، يعني مبدا مستقر. بالظبط، مبدا مستقر. وبس يعني من شباب مثقف، دي يعني كلمه. بص النوعيه اللي الاهلي بيبحث عنها، يقول لك انتهى موسم الانتقالات وظفر الاهلي بنصيب الاسد وضم عدد من الشباب المثقف النابه، يعني نوعيه اللعيبه اللي خدهم بهذا الشكل. طول عمرنا بندور على الشخصيه السليمه اللي تقدر باذن الله، والشخصيه السليمه صاحبه القيم صحيح والمسؤوليه. عموما انا مش عايز احرق العدد يا استاذ سعيد، لانه ألمك الرشيق لكل عمق الحقيقه أفاض بعرض مهم جدا لهذا العدد بكل تفاصيله. بنشكرك جدا على هذا المجهود البحث المهم جدا اللي أضاف حاجة حقيقية صححت ربما مسار تفاصيل كتيرة في تاريخ الصحافة الرياضية.
انا شاكر جدا جدا وبشكرك ان يعني سميته بهذا الكشف، لانه له قيمه كبيره جدا على مستوى النادي الاهلي وعلى مستوى الصحافه الرياضيه المصريه. مفيش باحث ممكن يعمل بحث او يعمل دكتوراه او يعمل رساله في الصحافه الرياضيه من دون ان يمر على مجله الاهلي في ذلك الزمان. والمجله كمان كانت انعكاس للعصر الليبرالي كله. لو قريت فيها هتلاقي فيها يعني هتلاقي طبعا مش هحرق اللي مكتوب، ولكن المجله هتلاقي فيها مرآة لعصر كامل الاحتفالات، مثلا كان الاحتفال السنوي عيد جلوس الملك جلوس الملك، وهتلاقي فيه بيظهر انور رجب اول مره، اسماء كبيره جدا في يعني كانت في ذلك الزمان. انا مش عايز احرق المضمون الاهلي، واحيل الجماهير للعدد يا استاذ سعيد خالص راتب. انا مش عايز احرق العدد. بشكرك جدا وبشكر كابتن. انا سعيد اللي سمعت صوتك، وحشني. وهو كده كل شويه قيمه الاعلاميين الكبار والصحفيين الكبار زي حضرتك يفاجئونا بمثل هذه الكنوز يعني. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ سعيد وهبه، اللي اضاف شيئا حقيقيا يصحح الكثير من جوانب التاريخ خاصه بالصحافه الرياضيه. عارف بعيدا عن ان هو بي 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 بيضيف ما قلت، ولكنه ايضا بيدينا معلومات عن سنه كامله هي عمر ال 12 عدد. والاهم يضيف الى المكتبه الرياضيه ويضيف الى الجهود البحث العلمي كنزا حقيقيا. ما ينفعش يكون عندنا هذا الحدث المهم جدا في تاريخ الصحافه الرياضيه ولا يكون معنا على الهاتف الاستاذه الدكتوره نجوى كامل، استاذ الصحافه بكليه الاعلام جامعه القاهره. مساء الخير يا دكتوره. اهلا بيك. اهلا بيك مساء النور. ازي حضرتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. يعني بتشرف بيك واهلا بيك. دكتوره احنا بنناقش حدث مهم جدا خاص بتاريخ الصحافة الرياضية، انه بنكتشف تاريخ الصحافة المصرية بقى عموما، المصرية عموما، لان بنتكلم في 33 صحيح بالظبط. اتفضلي يا دكتورة، لعلك حضرتك تابعتينا فيما مضى. يعني بداية طبعا احنا يعني الصحيفة هي تعبير عن روح العصر، هي وثيقة تاريخية بتبين لنا طبيعة التحديات السياسية المطروحة في فترة ما، المشكلات الاجتماعية، حتى العلاقات بين الناس، اسلوب الكتابة الصحفية، وده الحقيقة بيبقى واضح بأي صحيفة صدرت في مصر في فترة زمنية معينة. فهنا بتأتي القيمة ان انا مش بس بقيم صحيفة، لا، ده انا بقيم كمان علاقة هذه الصحيفة بعصرها، إلى أي مدى عبرت عن هذا العصر، إلى أي مدى عبرت عن التحديات اللي موجودة، سواء زي ما بقول لحضرتك سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. مصر أول بلد في المنطقة العربية تعرف الصحافة الرياضية. بداية من 1888. بعديها بأكثر من 30 سنة ظهرت أول صحيفة رياضية في العراق. وبالتالي يعني مصر هنا لها الأقدمية والأسبقية. السؤال بقى اللي انا يعني عايز اساله لحضرتك، اتفضل، كيف تظهر هذه الصحيفه و12 عدد؟ وعلى فكره بالنسبه للفتره دي كانت احيانا صحف بتصدر عددين ثلاثه وتتوقع. ايوه 12 عدد كاملين، اين هم من يعني من ارشيف النادي الاهلي نفسه ومكتبه النادي الاهلي نفسه؟ يعني كيف اختفت هذه الاعداد بحيث انها تكتشف بالصدفه؟ هو احنا اكتشفنا دكتوره انه محاضر مجلس اداره النادي اللي محتفظ بيها في النادي اشارت الى صدور هذه المجله، لكن النسخ ما كانتش موجوده الا لما حد لفت النظر ليها ان هي موجوده في دار الكتب. وبالتالي اعتقد لازم ان النادي هيسعى لامتلاك نسخه منها طبعا في متحفه وعلى الاقل. يعني ضروري طبعا، يعني وده بيطرح الحقيقه قضيه مهمه جدا، انه واضح ان من كثر ما عندنا تاريخ احيانا بنعمل الجزء دوت. وبالتالي يعني النادي الاهلي ده نادي عريق، وجزء من يعني حتى لو تتبعت كده رؤسائه
واللاعبين هو جزء اساسي من تاريخ مصر، ما تقدرش تفصله عن تاريخ مصر. صحيح. ومن المهم يعني انا يعني شايفه مهم جدا انه يستعيد ال 12 عدد دولات اللي يبقوا عنده في ارشيفه او في مكتبته. صحيح. والاهم من كده، الاهم من كده انه يعني وده دور طبعا حضرتك بتقوم بيه ومجله الاهلي قامت بيها يعني على خير قيام، يعني اللي هي يعني ربط العدد الاعداد دي بالاجيال الجديده حتى. اه. اللاعبين اعضاء مجلس حتى الاداره بانهم يتعرفوا على جزء مهم من تاريخ ناديهم بتعيشوا حي من خلال المقالات ومن خلال اهتمامات يعني الذين حرروا هذه الاعداد ال 12. فيعني دي مساله اعتقد انها مهمه جدا. طبعا رسائل الكتب عندنا فيها كنوز. صحيح. انما للاسف مهمله بشكل او باخر، وبتعتمد برضو على الجهد الفردي مش جهد مؤسسي. ان انا مثلا ليه ما يبقاش عندي مجلدات مثلا الصحافه الرياضيه في مصر تظهر في مجلد وتطلع للسوق وتتباع. صحيح صحيح. مجلدات مثلا صحف بتاعه الجهاد اللي حضرتك ذكرت يعني موجوده في عدد. ايوه. مجموعه الجهاد، مجموعه البلاغ، مجموعه السياسه. صحيح. اعتقد ان ده مهم جدا، وانت بتخرج مش بس يعني او القائمين على دار الكتب مش بيخدموا بس الحياه الثقافيه، لا هم بيخدموا يعني او يعني انا بتصور انها لا يمكن تتكلم عن انتماء وشباب منتمين الا اذا عادوا الى تاريخهم وعرفوا الامجاد اللي كانت موجوده في هذا التاريخ في كافه المجالات. جزء من ان انا اعيد مره اخرى انتاج هذا الماضي ويبقى على الاقل ممكن حتى في سيديهات او اي حاجه حديثه بتواصل معاها الشباب. يعني احنا هنعمل ده فيما يخص هذا المخطوط الاثر المهم يا دكتوره، وشاكرين حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. لا العفو، انا سعيده جدا والف مبروك. الله يخليك. في هذا العدد هذه المجله الخطيره واللي بتمثل فعلا اهميه مهمه جدا لتاريخ الصحافه. ده هديه، ده هديه مجانيه للباحثين في الكليه بقى. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا 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 جزيلا للاستاذه الدكتوره نجوى كامل، استاذ الصحافه بكليه الاعلام جامعه القاهره. وانا اعتقد كلام لا يمكن مهم. تنسى انك صحفي دي استاذتك. ايوه، انك خريج كليه اعلام. آه. انك تبص تلاقي تربط الامور بطريقه ذكيه لكن مطلوبه مطلوبه. هي دي. واحنا عايزين الطلبه انه عنده هذا العمق الحضاري. انا عايز الطلبه كبير. تعمل اكتر من كده بقى، وخصوصا اذا كان في طلبه في كليه اعلام أعضاء في الأهلي، بوجه لهم أن يبحثوا في تاريخ مصر عن كل ما يتعلق بالنادي الأهلي. هيلاقوا كنوز وهيلاقوا. إحنا آن الأوان بقى يا جماعة والله يتعمل برنامج عن تاريخ الأهلي. لازم يتعمل برنامج عن تاريخ الأهلي عشان الشباب نوثق هذا التاريخ ويشوفوا في كل مجال كيف نشأ الأهلي العظيم ومن أين أتت عظمته يعني. ويتواصل الحديث عن كنوز الأهلي بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. أعتقد كل من تابع مباراة الأهلي والاتحاد السكندري استمتع بالكرة الحلوة. جيتوا مبسوط كتير. صحيح صحيح. لأنه حتى بانت على وجوه محلل المباريات. كابتن طه اسماعيل والشيخ طه اول ما سئل قال سيبقى الاهلي هو فارس الكره الجميله اللي بيمتع الناس. كابتن حسن شحاته، كابتن فاروق جعفر، الكل الحقيقه اشاد باللعبه الحلوه، بالاداء الجميل، بالنجاح الباهر للكابتن حسام البدري. بس اللي حصل قدام الاتحاد السكندري خلى الناس اللي كانت لبدة في الدورة شوية لمباراة لرحلة السعودية تسكت، لأنه سمعت من الكلام إزاي الأهلي علشان الفلوس والبزنس. لو اتعادلت الماتش ده وخسرته يلعب 3 ماتشات في 6 أيام.
طب يا جماعه ما كابتن حسام البدري مقسمها لانه اسمع لانه يقدر لانه انتوا مالكوا هو يقدر بس مبدئيا عنده عدد وافي من اللعيبه. شوف التعامل بس في هذا الموضوع صفر ناس وقعد ناس. الاول الاول هقول لك حاجه المباراه دي اجواءها ايه واهميتها ايه؟ ايوه من ساعه ما وصلنا الاهتمام موجود جدا. من تاني يوم الاهتمام موجود واحنا في حضره معالي المستشار تركي آل شيخ مهتم جدا. بعد الغداء خلصنا الكلام والكابتن الخطيب تحدث في كل الامور اللي تهم واتخذت القرارات اللي تحدثنا فيها وبدات امور في اريحيه. بدا كل شويه معالي الوزير ترك يبص في الساعه ويعمل مكالمه ويجي له تقرير. كان حريصا يمكن كل نص ساعه الملعب شكله ايه الملعب شكله ايه. وعلى الساعه 4 تهللت اساريره جدا وبقى ممتن جدا. قال يا مصر جمهور مصر العظيم جمهور الاهلي العظيم. دي تعليقاته. كان عنده 2 ايفنت برضه تقول لك على فلسفته هو ليه حريص قوي ان المدرجات تتملي ويجيب العوائل اللي هم الاسر باولادهم والسيدات تخش لاول مره ملاعب كره القدم. دي بدايه تحول اجتماعي في المملكه. لا بقى ما هقول لك بقى ايه. في نفس اللحظه واليوم كان يقام سباق دولي سيارات تنظمه المملكه في جده. كان يسال هنا ويسال هنا كان يسال هنا ويسال هنا. كان حريصا انه يطمئن ان الاستادات هنا مليانه وان الطرقات والاستادات هناك مزدحمه. بيدور على التفاعل الشعبي. بيدور على التفاعل الشعبي ويدور على ان في دماغه فلسفه ما هيكسب منها ازاي فلسفه ما هيكسب منها ازاي فيما بعد على المردود الاقتصادي ومردود تنميه الرياضه مردود تغيير عادات وثقافه المجتمع. فساهم الاهلي اسهاما حقيقيا في هذا. عشان كده بقول لك الاهلي كان مصدرا للفوائد المتبادله. هذا حقيقي. مفيش طرف كسب والتاني خسر. معالي الوزير لما صرف وانا قلت هذا الكلام واحنا قاعدين قلت له يعني بذكاء حضرتك كده انا شايفك ضربت اكثر من عصفور بحجر بانك انت بحجر مولت صفقات الاهلي. عشان الناس بتقول لك هو عمال يدي. لا هو بيدي عطاء محسوبا. ايوه العصافير اللي هي ايه؟ اولا اختص الاهلي بعمليات الاعارات وادالنا مبلغ حل مشاكل اعارات. يعني انت كنت هتعير حسين السيد وعمرو بركات بمليون جنيه خدت منهم مليون ونص دولار او اكتر. صالح جمعه عايز ترسى على بره معاه طلع عاره. وكل اللي طلع عاره جدد لك مدد اخرى فاستفدت بالمدد التعاقديه. هيروح يشوف مناخ جديد وحوافز جديده وانطلق عشان يحتفظ على الاقل بمكانه في المنتخب. وكان يعني قال انا هتابع ادائهم وتصرفاتهم بنفسي يعني. يعني يضمن ان هم جايين يكونوا سفراء للكره المصريه والنادي الاهلي ويحققوا الاهداف للاطراف. طيب عمل ايه بقى عشان تكون بالاتنين ونص مليون دول يكسب بيهم حاجه تانية؟ ادى اللعيبه دي وتبرع بثمنها يعني سد ثمنها بالنيابه عن الانديه. فالانديه خدت صفقات دون ان تتحمل اي مليك. كويس. فبيبقى بنفس المبلغ دعم الاهلي ودعم الانديه. ثم من خلال حوالي 14 لاعب محترف دلوقتي في الدوري السعودي او 13 او 14 مصري مصري في الدوري السعودي. قدر ينفذ فلسفه وخطته في ارسال بعض النجوم الى الدوري الاسباني للاحتراف دون طبعا ما الانديه اللي هناك هتقول لك طب انا اخد لعيب يعني ما اخترتوش بنفسي ليه وبتاع. هم بعد كده بقى سعداء بقى يتابعهم بيقولوا لا دول اللعيبه دي هايله وملتزمه. لكن في الاول كان هيسوقهم ازاي؟ مش عايز منكم حاجه. ايوه بيبدا السوق لدرجه انه قد يكون تحمل رواتب بعضه بس اشترط انه يلعبوا. ضربت كام عصفور بحجر. انت ما هزتش سوق اللعيبه عندك والنجوم. الاهم النجوم اللي خرجت استبدلها بنجوم من مصر على مستوى
وقدر يدعم خزينة الأهلي ولم يكبت خزينة الأندية أي أموال، ويجرب تجربة تفتح أسواق احترافية للاعبين السعوديين. لا كمان اللاعبين السعوديين هذا اللي بيشوف. طبعا اللاعبين السعوديين دول يا باشمهندس كلهم دوليين في المنتخب، فبالتالي ده الإعداد الجيد. الإعداد الجيد في الأجواء المنتخب عشان الكأس العالم. بيلعب في أوروبا في أجواء نفس البرد نفس المناخ. الكورة. إذن يعني هي مش بيعملها يقول لك كفيل ومش لا، ده راجل حاسب كل خطوة ويستفيد منها إزاي. نروح بقى للمباراة نفسها. هل حققت أهدافها؟ اولا لما تشوف حجم السعاده لمجرد تواجد النادي الاهلي، وان الكابتن الخطيب ما كانش بيرفض طلب واحد بس لطفل او راجل كبير الا ما بيصور معاه، وكلنا في البعثه كنا حريصين على اسعاد جماهيرنا وتلبيه طلباته. طيب رحنا الى المباراه نفسها بقى. الهدف الاستراتيجي بتاع الجانب السعودي تحقق من خلال ملء الملعب. فضل الهدف الاستراتيجي بتاعنا اللي هو ايه؟ تعمل مباراة طيبة تسعد بيه جماهيرك، ولكن ايضا تطمئن على مواهب جديدة وصعبة دون ان ترهق نجومك اللي جايين تاني يوم يلعبوا مباراة. شوف المعادلة كيف ادار الجهاز الفني والاداري هذا بدقة متناهية وذكاء متناهي. شفنا احمد ياسر ريان، شفنا حتى الصفقات الجديدة محمد خلف، شفنا محمد فخري، شفنا محمد الشريف، شفنا محمد عبد المنعم الصاعد الواعد الجديد. أكرم توفيق خد فرصة ولعب. أكرم توفيق خد فرصة كبيرة. شفنا علي لطفي. شفنا كابتن إكرامي كان يحتاج لمثل هذه المباراة ليبدأ مشوار شوط كامل في هذه المباراة، مطمئنين على كل عناصرنا، وبدأ يريح. هو في فكره شوف التغييرات، عايز يشوف باكا. باكا كان نجم المباراة. طيب عايز يشوف حمودي ابتدي بيه الاتحاد ولا لا، لعبه الشوط الثاني مكان باكا، اكتشف انه يقدر يعتمد عليه ويديله الحوافز، ولعب شوط كامل كان لافتا لظرفيه. تنقصه حاجات بسيطة عشان يبقى لاعب مؤثر جدا جدا. حمودي ما عندوش مشكلة انه يمر من واحد ومن اثنين ومن ثلاثة ومهارة المشكلة في قرار الاخير، اللمسة الاخيرة كيف يكون اكثر جماعية. انا رأيي وبقوله. اذا المباراة حققت جميع اهدافها، التسوقية، الترويحية، على جسور بقى العلاقات عملت ايه؟ لما تشوف فؤاد انور وهو يتحدث عن سعادته البالغة، لانه ما كانش في نادي الشباب، مش نادي شعبي، نادي مهم ولكن مش شعبي. فكان كان مفتقدا الى هذه الشعبيه. قال ايه؟ شكر النادي الاهلي. شوف الاعلام تاني يوم قال ايه؟ معلش يا استاذ ابراهيم طبعا. انا ما يعني ما قال الاعلام كله حتى السوشيال ميديا جمهور يقول ايه؟ حرام ان يحرم الاهلي من هذا الجمهور اللي بيمتع الناس في الامارات في السوبر، وبيمتعنا احنا هنا في مباراه وديه. شايفين قيمة جمهور الأهلي؟ ده الشباب السعودي وهو يتحدث. النجوم الكبار يتمنوا جميعا أن يكون الأهلي طرفا في مباراة اعتزالهم. هذه تنمية لشعبية الأهلي. فؤاد أنور قال لك أنا يعني استبدلت الأهلي بديلا عن اليوفنتوس، يعني وكانت مغامرة ما تطمنش عليها. اليوفنتوس ما كانش حديله هذه الجمهور طبعا، ما كانش حديهوله. إذا أنت إذا مباراة تحقق كل أهدافها والحمد لله حققت كل عايز لا في جانب مهم. ايوه السفاره على الجانب الدبلوماسي بقى. ايوه اولا السفير من اول ما ينزل، يعني انت تدور كده تقول هو السفير اللي واقف هناك ده. حاجه شياكه، شكل وقور، طريقه كلام، وبعدين تكتشف انه اهلاوي جدا جدا هو واولاده، بيكلمك في تفاصيل تخص الاهلي ومبارياته. بعدين يحضر هو وافراد السفاره السعادة الكاملة بالأجواء الإيجابية اللي تركتها الرحلة، وسهلت مهمة الكثير من الأمور في العمل الدبلوماسي. كان حريصا على التواجد، وشفناه نزل سلم على اللعيبة مع كابتن الخطيب ومعالي ترك الشيخ. هذا كلام مهم يا جماعة، يوضع في الحسبان أن يكون الأهلي صاحب رسالة دبلوماسية أيضا. صحيح. إذن كانت رحلة فيها الكثير من التدفئة
لهذه العلاقة التاريخية بين مصر والسعودية، فيها الكثير من تزعل بقى ما تتلطش توطيد العلاقات الشعبية يعني كمان. تزعل انت ما تتلطش من شوية ناس مضايقاهم هذه النجاحات واللي يقول لك مش عارف ايه، واللي يقول لك الاهلي له كفيل والاهلي له رئيسين والاهلي مش عارف له ايه. الاهلي له جمهور وتاريخ يأتي بكل هؤلاء. صحيح، وكانت للاهلي كلمة مسموعة في الدوري، وصل للنقطة 54، ابتعد بالصدارة بعيدا، أمتع جمهوره بأداء ولا أروع أمام الاتحاد السكندري، انتهى بثلاثية رائعة في مرمى سيد البلد. خرجت كل الصحف والمواقع بعد المباراة مبتهجة بهذا الأداء الرائع الحقيقة من قبل الأهلي. قالت المصري اليوم: الأهلي يعزز صدارة المسابقة ويهزم الاتحاد بالثلاثة. وقالت الأهرام: الأهلي يهزم الاتحاد بثلاثية نظيفة ويحكم قبضته على صدارة الدوري. بوابة أخبار اليوم: بأقل مجهود الأهلي يقسو على الاتحاد بالثلاثة. اليوم السابع: الأهلي يقسو على الاتحاد بثلاثية ويواصل الهيمنة على القمة. موقع في الجول الثامن على التوالي: الأهلي يسقط الاتحاد بثلاثية. والبوابة نيوز: الأهلي يهزم الاتحاد بثلاثية ويقترب من اللقب الأربعين للدوري. موقع 1-3: الأهلي يضرب الاتحاد السكندري بالتلاتة ويتربع على صدارة الدوري الممتاز. 1-3 على أساس الأهلي كسب تلاتة ولا ممكن؟ لا، الاسم الماتش جاي 1-4 مثلا. يلا كرة، أمسية إبداع، أمسية أبدع فيها أجاييه، سحر الأهلي يفكك الاتحاد في الدوري. والموقع الرسمي للنادي: الأهلي يفوز على الاتحاد 3-0 ويحكم قبضته على الدوري. ده المردود الصحفي في بعض الصحف والمواقع. تعالوا نشوف تحليلات بعض الفضائيات واستوديوهات التحليل كيف رأت إبداعية الأهلي أمام الاتحاد، والبداية بالمعلم الكابتن حسن شحاتة في دي ام سي. شفنا مكيدة، يمكن تغيير هشام شحاتة كان تغيير كبير جدا، وبناء عليه اتفتحت مساحات، قدر النادي الاهلي ان هو يسجل كمان هدفين. يعني ان انت تلعب النادي الاهلي بثلاثه مدافعين وفاتحين، ده موضوع صعب قوي. هو حب يغير في طريقه اللعب، بس طريقه اللعب ما كانتش في مصلحته. يعني مكيدة حب ان هو يعني يعمل ناحيه هجوميه او يبين للجماهير ان هو بيلعب بناحيه هجوميه، عشان كده لعب ثلاثه وراء وزود نص الملعب وزود المهاجمين قدام، لكن ما كانتش في صالحه. لان اللعيبه هو بيعمل حاجه في، واللعيبه بدات بدنيا تقل، ولما بدات بدنيا تقل النادي الاهلي، مش عاوز اقول يعني النادي الاهلي كان كويس، لا، النادي الاهلي استغلها واستغلها بشكل كويس جدا. واللي يمكن ان احنا الشوط الثاني اللي شفنا فيه الشوط الثاني جملتين حلوين في الهدف الثاني والهدف الثالث بالظبط، يعني هم جملتين حلوين شفناهم خلال المباراه كلها. هنخلي الشوط الاول، لان الشوط الاول الفرقتين ما كانوش، بالرغم ان الاهلي كان كسبان واحد، لكن الشوط الثاني اللي اقدر اقوله بدنيا الاتحاد طبعا وقع مع الطريقه الجديده اللي لعب بيها مكيده، وبالتالي كان في هدفين. يمكن انا قلت لك اجي الشوط الاول مفيش اجي، الشوط الثاني هو عمل حاجه ضحك على المدافعين. يعني مفيش مدافع يعني هيتوقع ان اجاييه هيعملها بالشكل ده، ممكن يتوقع ان اجاييه ياخدها لنفسه يلف ويبصيها لعبد الله سعيد، لكن هو يعملها مباشره كده بالكعب، دي برضه كانت مفاجاه للمدافعين، وبالتالي عبد الله سعيد لم يتوانى في ايداعها المرمى. عبد الله سعيد رد له الجميل زي ما بيقولوا يعني في الهدف الثالث، وعمل له كرة حلوة وهو فاضي تماما، هو ولا قفل عملها. لا، هم كابتن حسن يمكن هم بيجاملوا بعض كتير قوي بصراحة. عبد الله وجاهين اكتر اثنين في الدوري بيجاملوا بعض بصراحة، يعني خلينا نكون ايوه. هو دول انا بعتبر دي الجملتين الحلوين اللي انا شفتهم خلال المباراة. طبعا كابتن حسن يعني قال لك ان الاهلي استغل ضعف اللياقه وضعف الاداء بتاع الاتحاد السكندري، وباقل مجهود قدر يعمل حاجات، ابدع في احراز الاهداف خصوصا الثاني والثالث. ولكن عايز اتوقف وقال اجاييه والسعيد، انا عايز اتكلم على دور ازار وحمودي في الجون الثاني تحديدا. كره اترفعت اتردت من الدفاع، ها، عشان يلتقطها ترد على يلتقطها دفاع الاتحاد، يروح اجاييه ازارو ضاغط عليه
يعني جري كده يعني. لو تجيبوا لنا اللقطه تاني اللي كانت متعلمه بالاسهم عشان الناس تشوف معانا ماذا فعل بشكل الضغط بتاعه. لا ده عمل حاجه مهمه جدا، يا ريت تجيبوها لنا تاني، لانه ضغط فاتبصت الكره وراه، ساب اللي ضغطه وبص الكره وراح ضغط على اللي معاه الكوره. فاللي معاه الكوره اخطا فاتلعبت الكوره فجري يضغط تاني. لا مش يضغط، ياخد المكان ويسحب الدفاع معاه عشان حمودي بقى عمل انه هيبصيله وراح لامم ولعب بالعرض الاجاييه لعبها بالكعب، تمريره مبدعه كررها في كان عملها في الشوط الاول، يعني الناس اللي مش واخده بالها عملها في الشوط الاول. ومشيت وراحت اهو بص الكوره، بص مشيت الكوره اهي، شوف ازاره اهو بيضغط غلط هيسيبها راح تاني غلط التاني. عمل ايه بقى حمودي؟ مسك جري خد المدافع معاه. ايوه فضل اجاي لعبها بالكعب لان راحت له لوحدها. هو ده الشغل الجماعي. فانا لازم اضيف ازاره واضيف حمودي في هذا الابداع الذي حدث في الهدف الثاني، وسوف تجد مثل هذا الابداع في الهدف الثالث. طب نشوف الكابتن فاروق جعفر. كابتن فاروق جعفر في دي ام سي بعد الكابتن حسن شحاته ما اتكلم، ما هو متلازمين لما تجيب حسن شحاته تجيب فاروق جعفر. عباقره الجيل بتاعهم. نشوف الكابتن فاروق. كابتن فاروق، يمكن رغم ان تغييرات مكيده بنقول ان هي تغييرات المفروض ان هي هجوميه، الديفنس اتفتح، ولكن على المستوى الهجومي احنا ما شفناش اي تاثير للتغييرات بقى على المستوى الهجومي. مفيش كره خطيره، يمكن الكره الوحيده بتاعت بناهيني يمكن اللي استلمها وشاطها يعني مرت بجوار القائم، ولكن غير كده الاتحاد مش موجود. طيب عايز اقول الاتحاد لعب المباراه طوال المباراه طوال ال 90 دقيقه اداء فقير فنيا وبدنيا وخططيا. اللعيبه خايفه من النادي الاهلي كلعيبه، والاداره الفنيه كمان خايفه من النادي الاهلي، مش عارفين يخشوا المباراه. يعني حاجه صعبه جدا فريق الاتحاد النهارده. التغييرات بتاعت ماكيدا التوقيت بتاعها غير مناسب. احنا لو مسكنا التغييرات، اول تغيير كان في الدقيقه 71 اللي هو كريم مصطفى بدل من هشام شحاته، وهشام شحاته ما خرجت فتحت ناحيه الشمال. ولو شفنا الهدفين اللي جم النادي الاهلي الثاني والثالث جايين من ناحيه الشمال، يعني هو مش قارئ جيد للمباراه. هو قاعد هو زي ما بتكلم خايف، عايز يخلص المباراه باي وسيله باي نتيجه قليله، فاتفتح الملعب منه. محمد ناجي لعب مكان عاشور الادم في نص الملعب، انت بتلعب عاشور الادم كان من البدايه خالص. المباريات اللي زي دي كنا بنتكلم عن اللي فيه لعيبه بتخاف من مباراه الاهلي والزمالك، لما بيلعبوا ضد الاهلي والزمالك عاشور الادم النهارده ما كانش موجود طوال المباراه بشكل صعب جدا. لاعب فوزي الحناوي اللي هو هيلعب مهاجم مكان كابوريا، بس في الدقيقه كام 86 انا فاضل على نهايه المباراه اربع مباريات. طب خلاص بقى، ما تحافظ بقى، يعني طالما انت الماتش بالنسبه لك مش موفق انت كاداره فنيه ولا لعيبه ولا قادر تخش المباراه ولا جو المباراه ولا عارف تتعامل مع النادي الاهلي. هو سمح للنادي الاهلي الشوط الثاني، خبرات النادي الاهلي بقت بشكل كبير جدا، النادي الاهلي بقى ساء المباراه زي ما هو عايز بطريقته، فتح الخطوط. يمكن لو شفنا صناعه الهدف الثاني اللي جابه عبد الله السعيد، هنلاقي حمودي يمكن الكوره الوحيده اللي ما كانش فيها هشام مع حمودي، لكن طوال المباراه هشام بيلعب على حمودي كان معطله. حمودي ما بقى حر شويه، راح مسك الكرة حطها بعرض الملعب لاجاييه، حطها لعبد الله سعيد خلص جاب الهدف الثاني، والهدف الثاني ده خلص المباراه. النهارده الاهلي عمل اللي هو عايزه وساء المباراه زي ما عايزه، ورغم ان احنا كنا بنقول ان النادي الاهلي الشوط الاول ما كانش في حل. يعني كابتن فاروق الاهلي ساء المباراه في الشكل اللي هو عايزه، انه الهدف الثاني يا باشمهندس قتل المباراه خلاص. يعني هو طبعا طمنك انك تتحمل اي مفاجاه بقى، كورنر ولا ضربه جزاء ولا فاول ولا ريحك خالص. يعني ما فانما انا معاه ان الهدف الثاني يعني ادالك انت الاريحيه يعني اطمئنيت على المباراه. طيب راي الكابتن فاروق مطابق للكابتن حسن شحاته، فهل هو نفس راي الكابتن زكريا ناصف ولا لا؟ نشوفه. كابتن زكريا، هو دوت السؤال. يعني هو النهارده انت تتفق معايا ان النهارده النادي الاهلي كسبان 3-0 ومش مدور المكان، يعني النهارده النادي الاهلي لو مدور المكان وبيلعب لعبه يكسب اكتر من كده، علشان هو لعيبه النادي الاهلي لقت الجيم سهل، ولازم نقف عند لعيبه الاتحاد قدراتها الدفاعيه ضعيفه جدا سواء فرديا او جماعيا، وده سهل على النادي الاهلي انه يوصل لغايه الماتش كله،
يعني لغايه اخر دقيقه انت كان ممكن تزود الاهداف. النادي الاهلي يا كابتن زكريا ما فيهوش مشاكل، يعني محمد هاني وايمن اشرف يلعبوا سردباكين، ما فيش مشكله، علي معلول في حاجه خالص. ايمن اشرف يلعب باك ليفت، يتعور يرجع احمد فتحي يلعب باك ليفت، ما فيش اي مشاكل خالص. يعني الشناوي ما تقدرش تقول، ما تقدرش تقول ان الشناوي اختبر في كوره خالص، ما فيش اي محاوله لدخول ال 18. انما الاهلي استفاد بايه بقى؟ استفاد انه عمل مزج ما بين القدرات الخاصه عند اللعيبه اللي هي المهارات الفرديه، ودمجها مع العمل الجماعي. العمل الجماعي ان هم بيلعبوا مع بعض، ومش بس في الجولين، يعني الجولين كلهم فيهم تمريرات وفيهم بس بمهارات فرديه. يعني الكعب بتاع اجاييه ده مهاره فرديه، مهارة فردية لأجاييه انه حطها بكعبه، دي قدرات للاعب. عبد الله السعيد عمل تشيب، دي قدرات فردية. المؤسسة كابتن مربع الهجومي بتاع النادي الأهلي دي ناس بتلعب بروقان. الثلاثي بقى عشان احنا نستبعد ماشي حمودي. ماشي انما لا حمودي ما شاركش خالص في الأداء الهجومي النهارده. يبقى خلي الثلاثي بيلعبوا يا كابتن بروقان، ما عندهمش هجوم، بيلعبوا بيستمتعوا. ما هو أنت شايف الجيم كده، ما هو اللعيبة بتاعت النادي الأهلي أريح جيم، إن مفيش ضغط عليك، مفيش محاولات، كل واحد بيستلم بحريه جدا، حتى لما بتيجي تضغط بتاخد الكوره، يعني مفيش حتى الكور المشتركه فيها مشكله عندك، وبالتالي بتوصل لل 18 عكس الشوط الاولاني على فكره. طيب في نقطتين هنا مهمين جدا. النقطه الاولى تتحدث عن ضعف الدفاعات بتاعه الاتحاد السكندري، وهذه ظاهرة من بداية الموسم. الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي في المباراة الأولى قدم شوطا إبداعيا على أعلى مستوى، تقدم 2-0 ويخسر 4-2، ويواصل كابتن هاني رمزي في كل مبارياته التالية يحرز الأهداف ويتلقى الأهداف، يحرز الأهداف ويتلقى الأهداف، إلى أن قال لهم أنا مش قادر يعني أعمل. الدعم كله تقريبا في الاتحاد السكندري كان بلعبة كويسة جدا، انما كان يحتاج الى تغيير فلسفه الدفاع شويه. مش هتفلسف انا برضو، انما هي ملحوظه ان الاتحاد يعني يحرز اهداف، هتلاقي خط هجومه قوي كويس مش وحش، ولكن يتلقى الاهداف. لكن الكابتن زكريا عشان نقطه مهمه، واحنا يعني هنفضل نتكلم على يعني ما نتكلم على كسب شويه، يمكن انت اللي نبهتني ان النقطه دي وهسيبك تتحدث عنها بالتفصيل يعني باسهاب، لان الحقيقه لما يبقى الماتش باقل مجهود ولاعيبه الاهلي بيلعبوا في الجزء الهجومي بمزاج واستمتاع وابداع، يبقى عندهم حاجه. ما انت ممكن تبقى وحش وانا وحش، مش كده ولا ايه يا استاذ ابراهيم؟ صحيح. لكن لما ابقى انا كويس، انا مش مسؤول انك انت حالتك ايه، انما انت سهلت لي الموضوع، ابدع انا بقى. فلازم يشاد بالاهلي في هذه النقطة، ونشوف الكابتن خالد بيبو وبعدين هتعلق لنا في مجمل الملاحظات كلها. طب نشوف خالد بيبو. ولكن يا كابتن بيبو كل الناس كانت مستنية صلاح محسن النهاردة، خصوصا الدنيا كانت مريحة، ولكن هو بيقول انا هدفع بيه ما احس ان هو ده وقته. لا خلاص، هو جينا للاهلي لازم عامل حسابه ان هو الوقت اللي هيبقى مناسب شايفه كابتن حسام البدري هيهدينه، يعني مش عايز الناس تستعجله، وما استعجلش كابتن حسام. والفرقه ماشيه كويس، ولعبه في الملعب يعني بيادوا شكل كويس، مش شرط ان انا جبت الناس كلها تلعب، يعني هو الفكره انا جايبه الراجل 4 سنين ونص، مش لازم من اول لما يجي من بعد يومين ابقى في الملعب. بس دخله، يعني هو الراجل دخله القايمه، يعني دخله دي حاجه، وان انا اديله في المباراه وان انا اشارك، يعني هياخد وقته في الوقت المناسب. يعني اروح للماتش بس نقطه صغيره، بس سريع انا كابتن بيبو معلش دقيقه. هو لعيب سريع، انا كان نفسي ابقى بطيء شويه. لا لا دقيقه لا 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 انا مش هطول عليك. ماتش الزمالك، بص، يوم ما تيجي تغير طريقه اللعب ما ينفعش تغيرها في النادي الاهلي، يعني وانت بتلعب النادي الاهلي او بتلعب الزمالك ما ينفعش تغير طريقه اللعب. لما تيجي تخرج واحد، تسيب واحد من خط الدفاع في فرقه بتلعب وهي مرتاحه في الناحيه الهجوميه، ما ينفعش ان انت تشتغل بالاسلوب ده. انت غيرت في الدقيقه 71 دقيقه 78 تعاقبت على طول. دي نقطه. النقطه الثانيه، خلينا يعني سريعا كده برضو اقول لك هو فكر ازاي. هو لما شاف النادي الاهلي خسر 2 من المدافعين في الـ في الـ في الـ في, الـ في الخط الخلفي، قال لك طب فرصه ان انا ارجع للمباراه. بس انت بترجع للمباراه بطرف، لا طب انا كنت شلت عاشور ادب وحطيت ناجي جدا من البدايه، كنت قلت معقول
تمشي. زودت في الناحيه وجبت كابوريا حطيته في نص الملعب جنب جنب المدافع الثاني اللي هو نور السيد، وحطيت كابوريا جنب نور السيد، وكنت حطيت مع ماجد. اقول ماشي، انما تيجي تشيل واحد من الخط الخلفي في مكان، عشان قلت ان النادي الاهلي مش شغال من المكان ده، فهو النادي الاهلي شغال من المكان ده وابتدى ان هو يحرز اهداف. فهي الفكره ان المباراه ساءت المدير الفني، مش هو اللي ساء المباراه، هو حب ان هو يخش في المباراه مع الاحداث اللي حصلت. ده راي الكابتن خالد بيبو. والحقيقه ناس كتيره تساءلت ليه صلاح محسن ما لعبش، وناس كتيره كانت منتظره تشوف وسخن هذا اللاعب الوفد الجديد على الاهلي. بس خلوني بالمناسبه ديت احيي الكابتن حسام البدري، لانه ما خدتهوش حاله الشبق الجماهيري انه يفرج الناس على اللاعب الجديد، بالعكس عنده رؤيه احترافيه متانيه جدا. صحيح انه الظرف الاضطراري هو اللي قاده لكده، انه تعور اتنين من المدافعين فهيرجع احمد فتحي، فبالتالي هيضطر يشرك كريم نيدفيد في نص الملعب، اللي انا بتمنى ان الجمهور ياخد باله منه شويه. الموسم اللي خرج فيه كريم نيدفيد للاعاره كل الناس تمنت عودته، كان كل الناس تسال هو معار ولا بيع نهائي، وكله انتظر عودته. فاتمنى ان الناس على السوشيال ميديا بالذات، لاعب صغير في السن بيتعرض لكتير من القسوه ملهاش مبرر، لاعب عنده موهبه ومن الحب ما قتل. صحيح، عايز بعض الثقه والمسانده، هتشوفه لعيب مهم جدا في فريق النادي الاهلي. لكن هذا الظرف الاضطراري في التغيير هو اللي قاد الكابتن حسام البدري انه يصبر شويه على صلاح محسن، سخن لكن ما ادالوش فرصه، وده الحساب الاحترافي الهادئ شويه. هو حريص على انه كل العناصر الجديده يتم الدفع بيها تدريجيا يا باشمهندس، لغايه لما تدخل في جسم الفريق مره واحده. هيتفرج وهياخد على الجو، على الاقل هيجنبه سقف الطموحات والتوقعات العاليه عند الناس. لانه لو بدا بيه في وهج الحديث عن الانتقالات والصفقات والاسعار والكلام ده كله، الناس هيبقى سقف التوقعات بتاعها معاه عالي جدا. فشويه بشويه هو هياخد باله انه الفريق ماشي كويس، هيدخل في الهارموني بتاع التيم بشكل كويس. اعتقد في الظرف المناسب والتوقيت المناسب هيديله اكيد فرصه الكابتن حسام البدري. نشوف الكابتن فتحي مبروك في النيل الرياضي. في اغاي وعبد الله السعيد تلاقي تويتو حلوين قوي، يعني في الوان توات، في الحاجات الصغيره، في الاوفرلاب الداخلي، في كل هذه الامور بتلاقي الاثنين فعلا عندهم ظواهر حلوه قوي في الناحيه الهجوميه. بدليل ان بص يمكن حتى عبد الله رداه لاجاي برضو عملها له حته حلوه قوي، اوفر حلو قوي، اجاي سجل الهدف الثالث. فانا شايف طبعا ان النادي الاهلي بيمتلك قوه هجوميه رهيبه، يعني كان عنده 41 هدف قبل هذه المباراه. النهارده هو اقوى هجوم، اقوى لا وعنده سبع انتصارات متتاليه، اقوى دفاع 44 هدف وعليه اكثر الفرق فوزا، ايوه وعليه 12 هدف. ولكن نقدر نقول حاجه النهارده، بص بالرغم يا كابتن خالد، النهارده في حته برضه يمكن تكتيكيه حصلت، بالرغم من اصابه النهارده علي معلول وايمن اشرف. طبعا يعني النهارده بتغير في مركز الظهير الايسر، بتغير النهارده ثلاث مرات، بتغير النهارده علي معلول بينزل نجيب، بتحطه ايمن اشرف باك ليفت، ايمن اشرف بيتعور بتحط احمد فتحي باك ليفت. فالنهارده الامور كلها اصبح فرقه النادي الاهلي كلهم النهارده عندهم النهارده الخبرات، وعندهم النهارده توظيف النهارده يقدر يلعب في مكانين زي احمد فتحي. احمد فتحي يلعب باك رايت ويلعب في وسط ملعب وبيلعب باك ليفت. فالنهارده الفرقه النهارده فعلا تحس ان فرقه النادي الاهلي حتى في الاداء الدفاعي والاداء الهجومي، لا انا شايف يعني في سيستم، في سيستم محطوط بغض النظر مين اللي بيلعب، في سيستم ليه موجود، وكل ملتزم وكل ملتزم. يعني حتى بعد ما جاي جيب الجول طلع نزل اسلام محارب، ونفس اسلام محارب برده طبيعته انه بيلعب في الجانب الايسر لعب. فالنهارده التغييره كلها حصلت النهارده الكابتن حسام في الجانب الايسر للنادي الاهلي، وما اثرش على اداء النادي الاهلي، بالعكس اداء النادي الاهلي كان الشوط الثاني برده كويس جدا جدا، وسجل الهدفين، هدفين 77 و82 هدفين رائعين بالنسبه لعبد الله السعيد وبالنسبه لاجيه. الكابتن فتحي تعرض على الثنائيات اجيه وعبد الله السعيد واشاد بيهم، وكمل الاشاده باسلوب الهجومي بتاع النادي الاهلي. نشوف احمد حسام ميدو رايه ايه. انا شايف ان الاتحاد بدا المباراه بشكل منظم،
ولكن فرق الكواليتي بين اللعيبه بلعيبه الاتحاد والاهلي فرق كبير جدا. الاهلي هو الفريق الاكثر تنظيما في الدوري المصري، الاكثر ثباتا في التشكيل. والاهلي رغم ان هو خسر لعيبه مهمه ولعيبه كبيره برحيلهم للسعوديه على سبيل الاعاره الا انه ما تاثرش بشكل كبير. النهارده خسر علي معلول في وقت من الاوقات، احمد فتحي رد لعب باك ليفت وادى بشكل جيد، وده ميزه وجود لعيب مهم زي احمد فتحي. انا شايف ان الاهلي بيقدم مستوى من مستوى يعني بعيد تماما عن بقيه فرق الدوري المصري كلها. كابتن حسام البدري قدر ان هو يصنع فريق قوي، فريق بيعرف يتعامل مع المباريات بشكل جيد، وفريق لعيبه عندهم خبره كبيره جدا. النهارده الحاجه الغريبه الوحيده بالنسبه لي في المباراه هو عدم اشراك وليد سليمان حتى في التغيير الثالث. كابتن حسام لجأ لكريم نيدفيد بدلا من اشراك وليد سليمان اللي نزل في المباراه الاخيره واحرز هدف المكسب امام الاسماعيلي. وانا في رايي ان ممكن ما اعرفش، بس ممكن يكون كان في تذمر من وليد بعدم بدءه للمباراه، وده ممكن يكون حسه الكابتن حسام. راي احمد حسام ميدو ان الاتحاد كويس، بس هو قال اكتر من مره قبل كده هلا بدا منظم وبدا بشكل جيد، بس الاهلي في حته ثانيه خالص. الاهلي في حته ثانيه، وده رايه بقاله عده اسابيع يعني. والحمد طيب. لله ان الاهلي في حته ثانيه. ده التحليل الفني لبعض الاستوديوهات. في بقى اراء تشعركم بالفخر بالاهلي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في الاستعراض الاخير استوديوهات التحليل وكيف راى كل الساده المحللين اداء الاهلي وفوزه الكبير وعرضه الممتع امام الاتحاد السكندري. بقيت بعض الاشادات الخاصه. نشوف الكابتن علاء نبيل يتحدث في قناه النيل للرياضه عن جونيور اجاي. اجاي كابتن علاء، الهدف الثالث حلاوته هو عبد الله السعيد ان هو حطها من مره واحده. الهدف الثالث اللي حطه له عبد الله يعني ما تفلسفش زي ما بنقول، وحطها بمنتهى القوه، هدف على اروع ما يكون. المتعه في هذا الهدف يا كابتن اللي هو واحد واقف كاشف الملعب كله. كاشف الملعب كله. اجاي واحد لا اسمع بشوف بقى كمل تمام كمل لوحده خالص بيتمشى الاول، وبعدين حاسس ان ممكن تبقى هجمه خطيره، عمل سبرنت ورايح في التوقيت والمكان المناسب جدا وحطها بليسنج من غير ما يفكر. 50% الهدف ده عبد الله السعيد. لان عجبني جدا اللي هو وقف قبل عشر الثانية قبل ما يرفع الاوفر عشان يبص دي تمام. هو الاثنين راحوا مع مع وليد ازارو وراح كشفها الناحية الثانية خالص لوحده. ازارو عبد الله السعيد اجاي حمودي الرابع اجاي وليد سليمان مدين ثقه غير طبيعيه للنادي الاهلي. شوف اجاي بقى كاشف عبد الله السعيد شايفه بظهره تمام، وان تاتش على طول بكعبه. انا على فكره من اشد المعجبين باجاي، اولا خلقا بحس اللي هو سحابه صح موجوده في الملعب، بتحس ما فيهاش اي ما بتعملش اي مشكله خالص. نمره اثنين عنده قدرة اللي هو بيعرف يجيب لك جون في الوقت المناسب صح، مش طماع على جون. بص حتى ابتسامته بتترجم اللي انت بتقوله يا كابتن علاء. بص وشه سامح قوي. انا بقول لك اهو يعني مع ان هو اسمراني تحس بالطيبة والسذاجة في وش هذا اللاعب. سامحها زي ما انت بتقول. والله يعني فعلا جاي يستحق ايضا توقف، لان شخصيته كويسه يا جماعه. اللعيب اللي شخصيته كويسه بيكتسب الحب من زمايله، من الجماهير، من المحللين، من كل الناس، فربنا بيسهل له اموره، لانه فعلا هو مش ساذج لكن عنده سلام مع نفسه. ايوه. طيب ما نشوف بقى. طيب وليد صلاح الشمبونج. لا الاول وليد صلاح. وليد صلاح علشان بيتكلم على نظام الاهلي في الملعب والكابتن حسام البدري. النادي الاهلي مع الكابتن حسام البدري حاطط سيستم يا كابتن
سيستم لعب ما بيتغيرش، الافراد تتغير، يعني واحد يتصاب يدخل واحد مكانه، ديفندر حسام عاشور غايب يدخل هشام محمد، السوليه مثلا هيغيب يدخل كريم نتفب، احمد فتحي غاب يدخل باسم علي، الافراد هم اللي بيتغيروا، لكن ولا الطريقه بتتغير ولا السيستم ولا النظام جوه الفرقه. حمودي بياخد بقاله ماتشين ثلاثه ما بيقدرش يأدي، بينزل وليد سليمان يأدي قدر يكمل، اسلام محارب ورقه. انا اسلوب الضغط يا كابتن، اسلوب الضغط بتاع الاهلي أزارو ماتش اسماعيل وماتش الاتحاد نفس كابتن، ده احسن اسيست في الدوري كله. ده هياخد احسن اسيست في الدوري كله اجاييه، يبقى هو وماشي. اللي نجح الكره ديت الضغط بتاع ازارو من البدايه الاول مرتين ورا بعض، لان ادى فرصه، لان يعني كمان اجاييه كان فاضي لوحده، فادى الفرصه ان هو يحط الاسيست براحه. في ميزه في الاهلي يا كابتن وليد، ايوه الضغط دوت، هو الضغط هو ده الضغط ده هو ده اللي نجح الكره دي. طيب اذا كان ده راي المحللين من الخبراء، الرأي بقى لأشن بونج لاعب الزمالك في دي ام سي، وهو يتحدث عن دور الكابتن عنده شخصية كويسة حسام البدري في قيادة الأهلي لهذا الأداء الأفضل. لو انت هتكرم أحسن مدرب في الدوري المصري دلوقتي، كابتن طارق يحيى، كابتن إيهاب جلال، كابتن حسام البدري، كابتن حسام حسن، مين أحسن مدير فني في الدوري المصري دلوقتي؟ أعتقد أننا لا نتحدث عن الأفضل إذا كنا نرى السجل كل منهم والدوري والمسابقة الدوري. أعتقد أن كابتن حسام مدرب الأهلي. لما يبقى الأهلي عنده هذه الأفضلية وهذه الأسباب المنطقية الفنية اللي خلته يتفوق بهذا الشكل واللي خلت عنده 54 نقطة واللي خلت بينه وبين نقول الزمالك، لأنه النادي الشعب المنافس حتى وإن كان في الترتيب الرابع، وحتى وإن كان مناصري وأنصار الزمالك في الإعلام كل شوية لازم يدوروا للأهلي على سبب للتفوق، خلصوا كل حاجة، خلصوا نادي الحكومة وخلصوا التحكيم، اليومين دول خلصوا السحر والشعوذة والكلام الفارغ، بقت في حاجة كده خيالية بقى زي الغول والعنقاء، الحظ، الأهلي بيكسب لأنه محظوظ، اديني إيراد حظ من والمنحوس منحوس ليه؟ طب الأهلي محظوظ صحيح، طب والمنحوس منحوس ليه؟ ده كلام غير ان هو بيسلب فريق مستحق للتفوق زي الاهلي ولاعيبته الحق في هذا الاداء، لا كمان بيخلي الباقيين يدوروا على اي اسباب خياليه. استاذ ابراهيم لسه بيتكلموا في نادي القرن، حاجه غريبه، بترفعوا قضيه وتخلصوا وخلصونا معاكوا بقى، ولا هو خايفين يرفعوا قضيه ويواجهوا الحقيقه؟ مش معقوله ان الكلام بقى بايخ. تسمع يعني طب الكلام ممكن يجي يعني حتى وان كان مفهوم انه الكاريكاتير لابد لهم المبالغه، لابد طحات فنيه خياليه، لكن مش لحد او مش لدرجه انه يتقال للفنان عمرو سليم في المصري اليوم برضه الاهلي بيكسب بالحظ، واهلي اهلي الحظ بقى اهلاوي وبقى بيشجع الاهلي. طب ما بيشجعكوش انتوا ليه؟ مزعلينه ليه؟ بيني وبينكوا ايه؟ وبيتباع منين؟ يعني انا اعرف ان المهندس عدلي لما ضم لعيبه لا 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 ما تعاقدش مع الحظ عشان الاهلي بيرشي الحظ. الاهلي بيرشي الحظ، حلوه تصدق. لكن عارف مين اللي رد عليهم رد بقى بهذا المناسبه وبالاسم؟ اقرا بقى كابتن حسن مستكاوي. استاذ حسن مستكاوي النهارده فيغنيك عن الكلام. استاذ حسن مستكاوي بوعيه وبخبراته انزعج وموضوعيته. على فكره برضو الاسبوع اللي فات كان ضيف في مكانك هنا وانت مسافر طارق الادور، وتناول فكرة الحظ والناس اللي بتتكلم على انه الاهلي محظوظ وعمليا وعلميا وحقيقيا استعرض حتى وقائع معينة تخليك تقول مفيش حاجة اسمها حظ في الكورة، ده كلام فارغ يعني في توفيق
والله يعني بص في توفيق انك تشوط الكره مره واثنين وثلاثه في العارضه وتيجي هجمه وحيده تخلصها يعني الجول. ما هو برضو العارضه بتشغل حيز من الفراغ لو صوبت بدقه تحت العارضه مش هتنزل يعني خلينا نقول بس نسبتها قد ايه هذا هو البحث عن الاسباب غير العلميه بالظبط التلكيك استاذ حسن مستكاوي كتب الحظ لا يهرول الى الاهلي يعني فوقه بقى الحظ ما بيجريش يروح للاهلي وقال النهارده في الشروق يرى الزميل والصديق عمرو سليم فنان الكاريكاتير ان الحظ لونه احمر او انه ينتمي للاهلي ويحبه هكذا اشارت رسمته في صفحه الرياضه بالزميل المصري اليوم امس وعمرو زملكاوي قديم واصيل وهو ينتقد الزمالك كثيرا في رسوماته لكنه هو اشد عنفا وقسوه من غضب المشجع العادي الذي لا ينتمي لفريق وربما يبالغ عمرو بروح الفنان التي تسكنه كي تصل رسالته إلا أنني لا أعتقد بالحظ في كرة القدم ولا في الرياضة ولا في الحياة وأنا معاه 100% إنما أؤمن بالفرص وبالعمل وبالمذاكرة وبالكفاح وحين تتاح لك الفرصة عليك أن تمسك بها وتطور من نفسك ومن أفكارك ومن مستوى الأداء كي تنتصر في النهاية أو كي تهزم المشكلات والعقبات والهزائم ويضيف الأستاذ حسن المستكاوي نعم في كرة القدم عجائب ولوغاريتمات ونتائج غير متوقعة وفترات عظيمة لفرق وفترات بائسة لفرق أخرى وفي كرة القدم دراما حين يكون الخصمان على نفس القدر من القوة وهو ما أراه صراعا قويا يمثل جوهر اللعبة وسر الاستمتاع بمبارياتها وكذلك في الدراما عقدة وفرحة وأمل وقلق وحزن وغضب وهزيمة وانتصار ونهاية سعيدة لكن حين يسجل الأهلي مثلا هدفا في الدقيقة 90 فهذا لا يعني أنه فريق محظوظ وحين يفعل ذلك كثيرا ويسجل عشرات الأهداف في الوقت الضائع فهذا ليس دليلا على حظه البديع وإنما هو مؤشر الإرادة واللعب للفوز وعدم اليأس فمن أهم دروس الرياضة وكرة القدم أن تلعب حتى آخر حبة عرق ولكن المهم كيف تلعب الحظ ليس لونه أحمر والحظ حين يرى الأهلي لا يجري نحوه ملهوفا لاحتضان لاعبيه والعكس ليس صحيحا في الزمالك وخطأ كبير أن يظن أنصاره أن الحظ يدير ظهره للفريق كثيرا جدا ولكن الزمالك يحتاج أولا إلى الثقة ويحتاج كل لاعب في صفوفه إلى التحرر من الضغوط بما فيهم مدربهم إيهاب جلال وهو دون شك مدرب صاحب رؤية وفلسفته هجومية تناسب فريقا كبيرا مثل الزمالك ولكنه يمارس مهمته تحت ضغوط لم يعتد عليها مع المقصة وإنبي وغيرهما وأذكر أن مدربا كبيرا للأهلي قال لي منذ زمن أصعب شيء أن تقود فريقا يلعب على المركز رقم واحد وهذا قدر الأهلي والزمالك ويختتم الأستاذ حسن المستكاوي مقالته هذا صحيح هذا قدر الفرق الكبيرة ومن يدرب تلك الفرق وأذكركم فقط بزين الدين زيدان فكان الموسم الماضي ملكا للملكي ثم أصبح محل انتقاد شعب الريال كله في هذا الموسم والواقع أن هناك العديد من المدربين الذين يفضلون اختيار فرق الوسط في الجدول أو تلك الفرق التي إذا نجحت في البقاء تنال مكافآت تساوي ما يحصل عليه الفريق البطل باعتبار أن البقاء أو عدم الهبوط بطولة وهذا قطعا أهدر قيمة البطل والأبطال ده ختام مقالة الأستاذ حسن المستكاوي مؤكدا أن الحظ لا يهرول إلى الأهلي يا جماعة لازم ننتصر للعلم شوية لازم نفوق من الغيبوبة اللي الإعلام الرياضي في كثير من المناسبات بيحاول تصديرها فكرة إنه ده بيكسب بالحظ ده بالسحر ده يتقالك طب يعني هو حسام حسن لما بيكسب بالسحر ليه ما كسبش السوبر بالسحر قال لك لا ما وليد أزارو ده مغربي يعني طب وليد أزارو مغربي أقوى. عامل سحر أقوى طب وليد كنتوا مطلعين عينه ليه لما كان بيهدر فرص؟ كان فين الساحر عنه؟ ما كان الراجل بينفرد وكنا بنقول فيه سبب علمي يتعلق بانعدام الثقه، يتعلق بالضغوط اللي عليه، يتعلق بقله الخبره. بص انت حتى على المستوى الشخصي لما انت تبقى عيان او عندك حد عزيز عليك عيان ورحت بيه للدكاتره في الاخر وانت رجل مثقف جدا، لو واحد قال لك انا اعرف شيخ كده ممكن يحط ايده على مكان البتاع ده ويقرا شويه ايات ويقرا على شويه ميه وتدعك جسمك بيهم هتروح له من يأسك ومن إحباطك صحيح. فأنت عندما تصل إلى أن الحل في السحر اعرف أن أنت وصلت إلى الإحباط طيب نتائج مباراة الأسبوع المقاولين العرب والأسيوطي 1-1 بتروجيت وسموحة 2-1 النصر وادي دجلة
وادي دجلة كسب 1-0 والإسماعيلي كسب الإنتاج 2-0 والرجاء والداخلية فاز 1-0 والأهلي كسب الاتحاد 3-0 وطلاع الجيش كسب إنبي 1-0 والزمالك كسب طنطا 2-1 والنهاردة المصري كسب مصر المقصة 4-1. دي كانت كل مباريات هذا الأسبوع، لكن بكرة إن شاء الله الأهلي والمقاولين يوم الخميس في بداية هذا الأسبوع، أو بالمناسبة المباراة المؤجلة. بالمناسبة ده معناه إن هتشوفونا الساعة 10 مش الساعة 9. حلقة الخميس إن شاء الله هتكون بعد الاستوديو التحليلي بإذن الله. طيب التليفونات على الشاشة علشان نشوف رد فعل حضراتكم، 3-8-3-5-6-5-5 و010-900-96-5-9-8. وبداية الاتصالات مليجي من المنوفية. يا حاج مليجي. الحاج مليجي حنكو، اهلا بيك يا حاج مليجي، ازيك؟ الله يخليك، ازيك يا باشمهندس؟ اهلا يا استاذ مليجي، اتفضل. والله العظيم ثلاثة الباشمهندس قال كلمتين جوهم على الوجيعة. على الوجيعة والله العظيم ثلاثة، انا عيان وكنت في المستشفى امبارح. الف سلامة عليك. وطالع النهاردة من المستشفى. الف سلامة عليك. الله يسلم حضرتك. وعلشان الاهلي فوق الجميع. تحت هذا العنوان. ايه الوجيعة الاول؟ انا ما عرفتش. بقول لك هو يعني هو خارج من المستشفى عنده وجع تعبان يعني. لا بيقول لك قال كلمتين جمع الوجيعة. ايه الوجيعة بقى؟ لا اقصد يعني ايه ان 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 في بعض البرامج زادت من الامي واوجاعي. بعد خروجي النهارده. لا الف سلام عليك. الله يسلم حضرتك. اولا نمرة واحد، انا هتكلم في نقطتين اتنين بس. نمرة واحد، باش مهندس كان في بيتكلموا على النادي الاهلي انه بيعمل كوبري للعيبة ويطلعها برة ويرجعها النادي الاهلي تاني الجديد. احد البرامج واحد مقدم البرامج بيقول ان النادي الاهلي او دي صبر المدير الفني الاسماعيلي خرج بره وراح اوغندا كوبري عشان يجي النادي الاهلي، وعشان يحبك الموضوع هذا المقدم قال لك ان الزمالك لما عرف بالموضوع دخل فيه. دي نقطه، وده بياكد يعني ان الاهلي هو عامل الكوبري. ان الزمالك يرجع الزمالك فيبقى الاهلي عمل الكوبري بس الزمالك سبقه. يا صلاه النبي. الزمالك عمل كوبري، لا اللي عمل كوبري من اوغندا، فالزمالك عمل له نازله عند ميت عوبه. النقطه الثانيه يا استاذ ابراهيم، يوم الجمعه 2/2 في احد البرامج، وكان احد الضيوف بعد اذنك اقول اسمه. لا يعني بدل يعني حاضر خلي بالك في ناس يا استاذ مليجي بتهاجم الاهلي عشان نرد عليها بالاسم، وده مش هيحدث. في ناس بتهاجم وتبعت لنا الفيديوهات عشان نرد، يعني هي عندها رغبه ان تحدث رواج بالنسبه لبرامجها، احنا نرد معنيين بالموضوعات بغض النظر على الاشخاص. تمام. اتفضل. هذا الضيف كاره للنادي الاهلي وكاره لكل ما هو لون احمر، حتى بيتهيألي ان هو كاره لدمه اللي بيجري في جسمه، بدليل يقول ان الدوله وقفة مع الاهلي تاني. والله كده بالنص، من 52 لغاية دلوقتي النادي الاهلي يفوز ب40 بطولة دوري، ومن ساعة من 52 ايه يعني الثورة قامت عشان الاهلي؟ طب ما الاهلي كان من 48 ل52 وبطل الدوري، انا عارف مش محتاجة ثورة. وبعدين يقول ايه كمان؟ طيب وعشان يعني كده، طب ليه النادي الاهلي عشان ما فيش حد بيسنده في البطولات الافريقية؟ ايوه فاز بثمان بطولات. ثمان بطولات يعني الاهلي عنده 20 لقب قاري. لا هو بيقول لك عنده 8 بس، واخد بال حضرتك؟ هو بيقيس على دوري ابطال افريقيا فقط. انما ابطال الكؤوس زيها زي ابطال الدوري كانت. فانا بقول له النادي الاهلي شارك من 76 يا استاذ ابراهيم. حجم ليجي ده النكته ديت، لانه الدوري بدا سنه 48، الاتحاد الافريقي تاسس 56. بس بسرعه بقى، لان كان مطلوب الاهلي يكسب الدوري، يكسب بطوله افريقيا قبل افريقيا ما تتعمل. اسال مليجي سؤال اخيرا استاذ مليجي. ايوه يا باشمهندس، انت بتتكلم هتسال وتجاوب ولا عايز الاستاذ مليجي يجاوب؟ واخيرا يقول برضه اتكلم على
برضو اتكلم على الحكام والحكام واقفة مع النادي الاهلي. فانا قلت له مثالين اتنين. قلت له الكابتن رضا عبعال لما كان بيلعب في الزمالك قال بعضمة لسانه على نفس القناة، انا لما كنت بلعب في الزمالك ويجي الحكم يشوح لي ويزعقني ولما يقرب مني يقول لي يا عم وقع في المنطقة عشان يحسب لك ضرب الجزاء. صح حاجة. حصل. وقلت له حاجة تانية، قلت له الكابتن فاروق جعفر بعضمة لسانه قال انا من سنة 80 ل 85 جميع ضربات الجزاء اللي انا خدتها للزمالك كانت غير صحيحة. يوم هذا الضيف يرد عليا يقول لي لا الكلام كده عارف مالك وكده بس زميلي خلاص قال الشوارك لنا رضا عبد العال زميلي رضا عبد العال والكابتن فاروق وكابتن فاروق جعفر وشكرا لحضراتكم. شكرا يا حاج بيجي. يا ريت الشوارب لو طيب ما هو ده برضو انا فاكر ساعتها ناصر فاروق حلة يمكن شوارب بيفكر لي يوم ما عرضنا كابتن فاروق جعفر والكابتن رضا عبد العال عرضنا ناصر فاروق حارس المحله وهو بيعترف ازاي وهو كان بيلعب ضد الزمالك كان متضامن جدا قال كلام ساعتها يضحك. لا طبعا بنمثل بيه على الحاج مليجي ونشوف ناصر فاروق او نفكر بيه حارس المحله السابق وهو بيتكلم عن كان بيعمل وهو بيلعب. قول بقى الفرق اللي انت حظك حلو عليهم دايما يعني بتتالق في ماتشاتهم. انا قدام الاهلي قدام الاهلي بحب ماتشات الاهلي. ليه طول ال 90 دقيقه ما بيبقوش 90 دقيقه يعني بيبقوا اكتر من طبعا بيخش 95 دقيقه ابو ده الكلام ده فانت طول ما انت عليك هجمات كتير وشغل كتير فانت فايق على طول ومركز في المباراه. اه لكن الزمالك بيخش فيك على طول. اه ببقى من جوايا كده ببقى مبسوط. تبقى مبسوط ليه؟ انت زملكاوي ولا كاوي ولا ايه؟ اه والله. اه والله. لما يخش فيك هدف من الزمالك عادي لما يكون بس محتاج دوري ولا حاجه كده واحنا نبقى في الامان 100 100 مفيش مشاكل يعني. مفيش مشاكل. اه حصلت معايا مع كابتن حسام ساعتها كان بس انت جريء قوي على الهواء بتقول الكلام ده. لا لا عاد ما بكسش ما بخافش من حاجه. فكان الكابتن حسام ساعتها مش عارف راجع من وقف ايام حسام حسن. اه حسام حسن ايام كان في الزمالك ولا في الاهلي؟ لا في الزمالك اوتوفوستر وكده. فراجع برضك من وقفه ومش اصابه حاجه زي كده كسبهم الحدود في الحدود 1-0 ورجع كان عندنا مباراه المحله في المحل هو برضك المحله والزمالك. اه كان مش عارف مين اللي رفعه من ناحيه اليمين فطار عليها بدماغه وحطها بدماغه في الزاويه ده وكنت طار معاه حضنته بعد ما جاب الجول. لا 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 اه انا من جوايا وبعد كده اتقلقت في الماتش لو جبت الماتش خلص 1-0 يعني خلاص الحمد لله الزمالك بس عملت ماتش كويس. ماتش كويس يا راجل انت كنت عايز تحضنه. اه لا لا انا من جوايا بقى زملكاوي قوي. لولا حلاوه. اه اتفضل. لا انا شافك عندك تعليق والله انا يعني انا بقول لك يا حلاوه يعني يعني ايه الكلام ده اكتر من كده عايزين ايه؟ اللعيبه تتعاطف والحكام بيتعاطفوا. طب ما عشان يعرفوا ان الحكام بيتعاطفوا نسمع برضو كلام عندنا كلام الكابتن رضا وكلام كابتن فاروق ولا مش عندنا؟ كابتن رضا عبد العال عن تعاطف الحكام مع الزمالك عشان كابتن رضا مهم جدا. انا هفكر بقى رضا لما جه الاهلي حصل عكس كده تماما. اتفضل. قعدت في الزمالك كام سنة؟ 6. وفي الأهلي؟ 5. مين الحكام بيخاف منه؟ الأهلي طبعا. بجد والزمالك والله والزمالك في فترة كده كان في حكم لا داعي لاسمه. واحنا في الزمالك. هو كان زملكاوي. كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك ايه اوعى في ال 18 يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده ولو كلمت تاني هطلع لك انذار. قول تعالى. تتكلم اقف. والله اقف. تقف يقول لك ايه؟ خش ال 18 ارمي نفسك. خاين ظهر اسود. طيب ده اللي الناس اعترفت بيهم. عارف الكابتن رضا لما جه كان في مباراه للاهلي والقناه وكان الكابتن فؤاد شعبان ايوه بيمر القناه يوميها. حتى جه انا اتضايقت يعني لاول مره يعني اقول له كابتن فؤاد يعني لما الاهلي ما يغلبكش ما تجيش يعني تتباهى بعد المباراه كده في جوه النادي يعني كان حريص قوي يجي بعد الماتش. الماتش ده كان وان سايد جيم والاهلي مش عارف يحط كره في الجول. الكابتن رضا عبد العال كان له 3 ضربات جزاء اخر واحده راح الكابتن مش عارف هل كان الكابتن عبد الستار ولا لا مش فاكر مش متاكد اداله انذار وقال له لما تقع 10 مرات مش هدي لك ضربه جزاء. افتكروا ان هو بيحرجه عشان ياخد ضربه جزاء. ادي الفرق بقى اللي بيقول لك مش عارف ايه ويوميا ما كسبناش المباراه. كانت مباراه مؤثره جدا.
طيب كابتن فاروق جعفر بقى والخير ما شاهد به بقى أوناسيس نشوف. دخلت كم ضربه جزاء في حياتك بالطريقه دي يا كابتن فاروق؟ كل ضربات الجزاء كل ضربات الجزاء في من سنه 80 لغايه سنه 84 85 كل ضربات الجزاء ما فيهمش ولا واحده ده جميل يا كابتن فاروق ولا واحده سليمه ولا واحده ضربه جزاء خمس سنين بتشيل المدافعين البطوله الافريقيه يا كابتن البطوله الافريقيه كان وليد صلاح الدين كنت قاعد اقول له كده البطوله الافريقيه سنه 84 احنا ثلاث ضربات جزاء مصريين في حياه في تاريخ نادي الزمالك لعبنا جيت الجزائري انا كنت جاي من تنزانيا كان دراعي مكسور وكنت مجبس ما لعبتش مباراه جيت هناك مغلوبين 3-1 الكره مش ماشيه يا كابتن مع اصلا جوه الملعب فيه حوالي 120,000 عايزين نجيب له جول ما الجول هو اللي هيفتح الموضوع فالكابتن لطيف كان بيذيع الماتش ان انا مروحت بالليل اتفرج على ضربه الجزاء قال لك ده العالم كله شايف الكوره وشايف الكابتن وشايف فاروق جعفر وهو بيتضرب هو بيعدد من موقفك رغم طلوعه عليه فانا رحت رايح خابط نفسي فيه وهو بيحمي الكوره عشان حارس المرمى ياخدها ملوش حل تاني خالص هو عمل لي الاعاقه لكن هو في الحقيقه ما لمسنيش يعني وشفت الكره كوميديه بعد يقول لك الكابتن لطيف روح البيت قال له ضربه وشوفوا بتفرج شوفوا فاروق بيتضرب طب ما نفكر الناس شوف الاعلام كمان لما يساعد على اتقان التمثيليه نفكركم بقى بالكابتن لطيف وهو بيعلق على اللقطه اللي الكابتن فاروق جعفر اعترف بيها اللي قال لك من 80 ل 84 ولا حدش لمسني ولا ضربه جزاء خدتها اسمع ده بيقول لك ما حدش لمسني ودي بقى اللافت النظر ضربات جزاء مؤثرة في مسيرة البطولات الافريقية لنادي القرن الحقيقي ايوه نفكركم بالكابتن لطيف على الواقعة اللي كابتن فاروق جعفر افتكرها يرجع 10 يردات عامل حكم بده يحط هو الكورة محمد صلاح لعبها بالعرض الكوارشي ابراهيم يوسف اعلى فاروق جعفر والجول حال التحكيم في الثمانينات ادي حال الاعلام في الثمانينات عندما كان النادي الاهلي ونادي الدوله والتحكيم بيجامله والاعلام الاحمر طول عمرنا عايشين هذا الكلام والكابتن فاروق بيعترف ده الكابتن فاروق ضارب غطس زي ما كنت في حمام سباحه قال لك ولا بنالتي خدته صحيح اسمع وهو لحد ما وقع كان الجول لسه واقف بيقول لك روحت اتفرجت على الاعاده الكابتن لطيف ده فما علينا اهو الحقيقه الدليل مش من عندنا من عندهم عشان بس نبطل النغمه اللي بنضلل بيها شباب كتير بعش هذه الحقبه ويعيش هذه الايام هذا الكلام ولكن تضحك يعني ولكن يعني لما قيم كبيره اذا كابتن حازم امام يتكلم على نادي القرن وده هذا امر اخر يبقى الموضوع لا ما ينفعش غير انا بفكر ارفع قضيه نيابه عن اطلب التحقيق في لقب نادي القرن
واخلص. على اي حال، هل دهمنا الوقت ولا لسه؟ دهمنا ودهمنا كمان. الخميس ان شاء الله بعد مباراة الاهلي والمقاولين بعد استوديو التحليل باذن الله نلتقيكم. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي عقب استوديو التحليلي يوم الخميس لمباراة الاهلي والمقاولين، ونسيبكم مع زين النوادي. تحية وجلالا، تحية وجلالا، أيها النادي فأنت زين النوادي، حلية الوادي. لله أيامك الغراء مشرقة، تزهى على جمع فيها وآحاد، سجلت فيها من الأمجاد مفخرة، عزت على كل أعزاز وإمجاد، عزت على كل أعزاز وإمجاد. خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد، كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد. جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي، وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعادي، فيه تلاقى بنو أم وذو رحم كما التقى فيه آباء بأحفادي، عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة. ساكني مصر بل للناطق الضالي، تحية وجلالا أيها النادي فأنت زاد.